سلام الغزالات، صافا لاباس عليكم؟ هانيين، كنتمنى انكم تكونوا بخير في افضل الاحوال، وان القصه تكون عجباتكم. كنتمنى على اللي مازال ما شاركش في القناه اشترك، يفعل الجرس ديال التنبيهات باش في ما تنزل ان شاء الله شي قصه جديده يكون معنا هو الاول من اللي غادي يسمعوا ليها. ثانيا، اللي عجباتو القصه يدير لايك، ولا كنتي كتنسي لايك فديريها دابا باش نحلوا هذا المشكل من دابا. شكرا لكم كاملين على الوفاء ديالكم، الاستماع ديالكم للقصص، انكم ديما كتخليو ليا كلمات زوينه بحالكم. كنتمنى ان ربي ييسر لكم الامور، يقاد لكم الايام، يحقق لكم الاحلام، وان اللي جاي ان شاء الله يكون اجمل وافضل. ونبداو من خلينا القصه، خليناها فاش قمر بقات واقفة تما شحال في التاريد خلعات، بلع الشراب محطوط تما ما كرهاش تمشي تشرب، ولكن ثوريا كاينة وما غاديش يعجبها الحال، زائد ما بغاتش سيف يشوفها كتشرب. تما تغدى للطبلة مزير على يديها كتحاول تصبر راسها وما تمشيش تشرب، حتى كتدخل في شي وحدة كتكب على العصير، هزت راسها وهي تشوف فيها قمر اصلا معصبة بسبب معاملة سيف ليها اللي ما عرفاتوش ماله، اكثر من ذلك مقطوعة، وهي فاش كتوتر كيخصها ضروري تشرب، ولا ما شربتش كتولي عصبية بزاف، ودابا زادت تكملات على هذه اللي دخلت فيها. ما عقلتش على راسها امتى هزت يدها وجمعتها معها بترفيقة، كاع اللي تما داروا لعندهم اللي سمعوا صوت ديك الطرشة اللي كانت قوية. إكرام شدات حنكة بصدمة وهي تشوف فيها قمر، عاد وعات على راسها شنو دارت. بنت لا إكرام عينيها دمعو، معقلتش عليها حيت بدلات، اما اكرام عارفاها وعارفها مزيان. قمرت نادم معاها الحال وقربات ليها، سمحي، باقي ما كملت لا ديك سمحي ليا حتى كتحبس براسها تجرات من الجهد، هزات راسها تشوف لقاتو هو كيشوفها مخنزر، ما هي الا ثواني حتى كان سيف جمالها حنكة بصفعة تهضر الجهة الثانية. شاقات قمر وشدات بحنكة مصدومة، شافت في عينيها مدمعين، يلا بغات تدوي هو يقطع بغواته، هو شاد لها يدها باش صرفقاتها مزير عليها، هاد اليد باقي تحطو عليها نقطع عليك فهمتي، انا ما قصدتش، ولا عيني حمرين بالاعصاب. نظر يدها وشد في اكرام اللي كان عاجبها الحال، يلا بغى يمشي يتوقف بصوتها، شكون هادي اللي مديت يدك عليا بسببها؟ صيف دار راجع لها ويشدو تائر، تدنا صاحبي توريا جات هي وسلمى مشاتني شال القمر جراتها معاها. اما سلمى ربعت يدها وبقات كتشوف سيف، حد الاخير اللي نتر يدين ثائر بشويه ورجعت تشد في اكرام ومشاو. المشكل هي اخت تحرك وما عندهم كيديروا يمشيو، داكشي علاش رجع هو وياها للطبله، وسيف جلس وبقى كيحرك رجليه بعصبيه. شافته اكرام هزات صاكه جبدات منه الدواء ديالو وكبات الماء في كاس وعطاتو ليه، هاكا شرب. خدام اللي عنده شربو، شاف حنكه لقاه حمر بدراسي وحط يديه على الحنكه، قدر قدر لا لا لا، قمر جراتها توريا لسطح اليخت وجلساتها في لي فوطي تما، صافي عجبك الحال يلا ها هو صرفقك قدام كلشي. قمر غا ساكته كتسمع لها، تي حالك ما بقى عاجبني وليتي كتعصبي دغيا، اش واقع؟ يزول سلمى من وراها، شربه ماما توريا وهي الدور شافت فيها، كيفاش شرب اش كتخربقي؟ سولي هي تجاوبك. توريا وهي تشوف قمر، واش هادشي بصح؟ بدات كما قمر كتحل بعينيها على سلمى، ها كندوي معاك ويا تنهد. توريا شاقات وجلست حداها بقات كضرب على كتفها، اويلي على السكيريه ولا تشرب، بقات كضرب وتعاير فيها تعيات. سكتات شويه كتنهج ورجعت دوات، ولكن على اللي ملي كل شيء على بيتي اللي صيفطتكم. قمر وهي تشدها في كتفها، ايوا بركه يلا بغات تلا حلاوه، ويوقف صوت ثائر، مدام توريا يا تشوفي وي المدير كيقلب عليك. توريا شافت في قمر ولات مشات، ثائر دار لعند سلمى اللي كانت مبتسمة، خاصك شي حاجة؟ هي تجمعت الضحكة، لا إوا سيري، مي قاس فيهم شات مغدا. أما هو جلس حدا قمر عطاها التلج، خداتهم لعندو وحطاتو على حنكها، شافت فيه وابتسمات، غبرتي وهانتي لي غبرتي، ويا تنهد بحرقة، ملي مات بابا مبقيتش شفتك، قلبت عليك شحال وما لقيتكش، كنت تزوجت، تصدمت ملي عرفت بلي نتي مرات صيف، كتعرفو فين كتعرفو بعدا؟ كنا تلاقينا مدة هادي ومتبا حنا صحاب، مزيان يلا دخلي دخلي البرد عليك انا، قالت له واخا. سلمى اللي كانت كتمشى مفقوصة شوية وهي تلبحو قالت حدا سيف، توترات من شوفتو،
عمرها تنسى داك النهار، خلع بزاف وكان كيدور في عيني تجاو فيها، غا شافتو شاف فيها وهي تحضر عينيها، ابتسم سخرية ولاد لعندها كيقرب هي كترجع للور. كانت غادي تاكل مع واحد الكرسي كون ما شدهاش يونس. مالك؟ والو. امال كتر عدينيا يا تقول له سلمى ومالك شاد في يدي ويطلق منها. اش كدير هنا؟ اش كدير انت هنا؟ يونس ابتسم ويقرب لها. كنسولك كتجاوبي بسؤال؟ حطت صبع على صدره باش يبعد وكي تبعد عليا. يونس ويزيد قرب. ما ممكنش. دورت الوجه للجنب وسفرات بغضب. ما كتصوت عليا، فيك الاسئله بزاف. بعد لا ويبتسم وخلى لنا كنتمنى ونعاود نتلاقاو. يلا بغات تمشي وشد لها يدها طلع حتى لعندو باسه. وسمحي لي على داك النهار، بقات كتشوف فيه وطرب باش شعرها بتوتر. اما هو غمزها ومشى. بقات كتشوف فيه فتاري مشات عند ما جلست حداها. فائر وقمر دخلوا ودازوا من حدا سيف اللي كان داير يدي على كبتو مهبط راسو. شافت فيه وشافت في إكرام ملي جالسين حدا، خلى الثائر مشات لعندهم. قمر وهي تشوف إكرام، سمح لي على قبيلة ما تحكمتش في راسي. سيف كان مهبط راسو غاسمع صوتها، هز عينيه فيها في حين إكرام وقفات وهي تقابل معاها. ما كاين لاش حيت السر فرجع ليك في البلاصة. قمر وهي تشوف سيف ورجعت شافت فيها، واخا هكداك بغيت نعتذر منك. يلا بغات تبوي إكرام ويقاطع سيف. إكرام جلسي. قمر غا سمعت سميتها شافت في إكرام وصغرت في عينيها كتحقق ملامحها. شوية شوية بدات ابتسامتها كتعراض على وجهها. واش انتي إكرام؟ إكرام صغيرة. هي أنا. تلحت على عنقاتها. هي شحال كبرتي؟ إكرام هي تبعد عليها وقمر هي شدت في يديها. كبرتي مزيانيتي ياك بعدا عقل عليا عرفتيني. واش كان ما يعرفكش؟ هي طلع وهبطتها. شي العالم كامل عارفك. قمر رجعت عنقت على نيتها. والله الا فرحت ملي شفتك. بعدت على وهي تشوف منى. انت شكون؟ منى وقفت تمشي لعندها. انا صابرني اختهم. اه مشرفين. تسمت لها منى داك النهار في الكوميسارية ما تعرفناش بطريقة لائقة. قمر عاد عقلت عليها. اه انت اللي كنتي في الكوميسارية داك النهار؟ ايه انا. سيف اللي كان مربى يديه كيتفرج في هدرك التعارف اللي دارو قدامه. وقفت خطامه مشى ديريكت جهة الحديدات اللي كانوا كيطلعوا على البحر. دار يديه في جيابه وقفت تما مخلي نسمات البرد كيضربوا فيه. فايزة وهي تنطق من وراه. البرد عليك؟ لا. سيف دار شاف فيها وهبط عينيه لحوايجها. تشيلي البرد عليك؟ ما لابسه والو. هادي اللبسه ديال الخدمه مع انتي مال ندير؟ صاليتي خدمتك؟ اه يلا سالينا. حرك راسو بقى ورجع شاف قدامه. شحال في عمرك يا فايزة؟ 21. بصوت القمر هي تبتسم امين. بقاو هكداك واقفين مقابلين مع البحر وكيدويو. سيف ارتاح لفايزة، ارتاح معاها في الهضره هادئه مرزنه ما فيهاش داك الطيران ديال البنات اللي قدها. واهم حاجه خدامه عليها وعلى امها ودراها بلا ما تعري لحمها ولا تبع ديك الطريق اللي سهله ولكن العواقب ديالها خايبين بزاف. هادشي كله استنتجو من خلال كلام معاها. حصار معاها وكبرات في عينيه بنت في عمرها وكتقاتل مع الزمان. سيف شاف فيها لقاها كتحرك يديها على دراعها من البرد. حيد لافيت وحطو على كتافها. شاف سيو يتبتسم. شكرا. كتافها يحرك لها راسو. هاد المشهد اللي داز على عيني القمر اللي قلبها تقبط عليها من داكشي اللي شافت. كان جاي عندو باش تهضر معاه وتفهم منو شحال من حاجه. ودارت يديها على فمها كاس ما صوت بكاها. دخلات مشات نيشه للطواليط وهبطت للارض. لقات العين اللي دموعها قلبها ضرر وهي كتشوفو كيتعامل مع بنت اخرى بنفس الطريقه اللي كان كيعاملها معاها شحال هادي. حركت راسها بلا ميمكنش يبغي شي وحده من غيرها. ميمكنش ينساها في 7 سنين كيما هي ما نساتوش. وقفات ومسحات دموعها. ما غاديش تبقى عاطيه غلبك وتخليك كيدعم بين يديها. تهدنات شويه وخرجات. وصلت اخيرا الحفله ورجع بيوم اليخت. كل واحد مشى في حاله منهم فايزة اللي ودها سيف وخلى عندها الفايس ديالو. دخلت للدار مشات البيتا حلات المريوج وبدات الفيس اللي كان عطاها نهار تعرض لها داك. بقات كتشم فيهم شحال حتى شبعات ورجعات بلايصو. جا نهار جديد غيفاقت قمر مشات دوشات لبسات جين مزيره على تيشرت مبين شويه كرشها مع طالون وخرجت من الدار. شنت الطاكسي اللي كان وصلها للكوميساريه. داخله كتقرقب بداك الطالون مشات نيشا للمكتب ديالو. دقات ودخلات كان هو خدام في البيسي. غا شافها داخله غمض عينيه معصب ورجع حلو ملي حسبه وقفات عليه. شاف حوايجه وينخزر.
شو بغيتي تاني؟ قالت له قمر بغيت ندوي معاك. بعد فاش دوسي لي فحالك تتوصلك استدعاء المحكمه. انا وياك راه ما غاديش نتلقوا وحنا غادي نشوفوا. ودابا خرجي فحالك. ما داتهاش فيه ويا تجلس. لا خلاها جالسه تما راه تخرج باش يبدل ساعه اخرى، حيت لبقى معاه في مكان واحد يقدر يدير فيها شي حاجه اللي يندم عليها من بعد. فاخر الدين كان خارج من الشركه عادي جاي طوموبيلته، شويه كاين محمد زوينه خارجه من طوموبيلته وهازه في يدها لوحه مرسومه وغمض عينيه كيحاول ينفض الفكره اللي جات في باله، ولكن ما قدرش. جاتو رغبه رهيبه يشفر ديك اللوحه. صفر بغضب شقرب ليها كانت سي الله داخل المعهد. قبل ما تحط رجليها لداخل حسات بشي حد وقف وراها. جات الدور وهي تجر اللوحه من يدها، ولكن قبل ما يجرها كامله كانت شداتها. زاد جرها بالجد ولكن والو، حلفات لا بغات تطلقها. كتحرك ليه راسها بلا، وحاد ما زادت الرغبه ديالو في انه يشفرها. هزات رجلها وهبطت ليه على رجلي غير صافي طالونها. تفعية واللوحة طاحت وتعصب من حر الضربة اللي عطاته من اللوحة اللي ما بغاتش تطلقها. نزل المستوى هاش نتا من شعره وجمالها وجهها بتصرفيقة. تجرحو شفايفه وخرج منهم الدم. يونس اللي كان سمعنا قبل شي غراض سمع صوت الصفعة ودار يشوف اش واقع، حتى كتبان ليه طيحة وفخر ناوي يزيد تصرفيقة اخرى. مشى بالجرة لعندهم وركل فخر الدين تطاح وهزو من درعو بالجهد. جبد الميلوط وربط ليه يدي. اطلق مني واش ما عرفتش انا شكون؟ ويقول له يونس مازال كتدوي. يونس سمع اكرام كتبكي ومشى لعند هزه. شو صافي صافي ما تبكيش. فخر ويطلع راسو الفوق كيزفر طلاق. ما داهاش في يونس، جرى وهو كيتنطر منو كيتحلف عليه. دا الطوموبيل تحل الباب ودفعو لداخل عاد تسد عليه. سول يونس فيك ما يسوق؟ بدات كتمسح دموعها. اه يلا تبعينا. واخا حركات ليه راسها بقى ومشى معاها تا ركبات. عاد رجع الطوموبيل تركب وديمارا تبعتو اكرام اللور. توريا كانت قررات ما تمشيش للمعهد اليوم وتمشي عند سيف تدوي معاه على حساب قمر، حيت كتشوفها كيفاش كتضلها كتبكي وكتفكر. ناوية تحلو هذا المشكل بما انها عندها دور فيه، حيت هي اللي شجعت قمر قبل 7 سنوات. اما قمر كانت باقا جالسه في المكتب ديالو كتسنى فيه يرجع. جاها الملل ونات مشات جلست بلاصو كدور داك الكرسي. شويه دخل سيف كيلقى السيده كتلعب ليه في الكرسي. ناهد كيحاول يضبط اعصابه. عندي بارك ديال الالعاب هنا. قمر غسمعت صوتو تخلعات ويطيح من فوق الكرسي نيشان. شدات في جنبها بعلام وهي تشوف سيف اللي كان مربع يدها كيشوف فيها. يلا بغات دويزه كيتفرع الباب وكتدخل منو اكرام كتبكي. مشات بالجرع عند سيف عنقاتو. حبيبي سيف قلبو خرج من الخوف بعد عليها كيشوف شو واقع. سالو تعقد ملي شاف الجرحه اللي في شفايفه وحنكه زرق. ضغط على فك وعينيه ولاو حمرين من الاعصاب. حتى كيدخل يونس جار معاه فخر اللي كيتنطر منو. شاف فيهم سيف ركز شوفاتو مزيان على فخر. عاقل عليه مزيان وكيفاش ينسى هو اللي كان دلو طيح من كرامته قبل 7 سنين. يونس ويدفع فخر. هاد ولد الحرام كان باغي يشفر اللوحه ديال الاكرام وملي ما بغاش تلقى لي شوف الكلبه اش دار ليها. سيف بلا ما يتكلم شانيش جمع معاه بكروشي تطح الارض. وعلى هذا المشهد دخلت توريا. شافت ولدها طالع فوق ولدها الاخر كيضرب فيه كروشي تبع كروشي، وحيت فخر يديه مربوطين ما قدر يدير والو، ما قدر حتى يدافع على نفسه. اما يونس مخليه كيبرد فيه جنون حيت عارف بلي اكرام خط احمر ولا حاول يدخل غادي يجمعو معاه. ثوريا من الصدمه بقات غير واقفه يديها كيترعدو. عينها دمعو وهي كتشوف سيف قرب يقتل فخر حتى من الرجلين اللي يمشيو يفكو في شلو. قمر درها خضره من حالة فخر وقفات ومشات شدات السيف دراعو. سيف عافاك طلق منو غادي تقتلو. ما عقلش عليها دفعات جات طيحه وتقصحات في اليد اللي مفتوحه منها ورجع تاني كيضرب فخر اللي قرب يفقد الوعي ديالو. هنا سوريا اخيرا تحركات مشات جلست على الارض وعنقات سيف من خصر وهي كتبكي. عفاك ولدي عفاك طلق منه. تر لها يده ودفع ورجع الفخر بغا يضرب حتى كيوقفو صوته. راه غادي تقتل خوك طلق منه راه خوك هذاك. سيف بقى مكواسي بلاصو جامع قبضات يدي على وجه فخر اللي كان كيكحب الدم. سيف ويشوف سوريا اش كتخربقي. مشات لعندو شدات لي وجهو من يديها كتبكي. اه ولدي كدار اخوك وانا ماماك انت ولدي اللي حرموني منك. سيف بعد عليه ونض من فوق فخر خرج بلا ما يدوي حيت عقلو ما قادرش يستوعب حتى حاجه. كاع اللي كانوا في المكتب مصدومين من بينهم فخر اللي ملامح وجهو ما بقاوش كيبانو. تقاد في الجلسه وشاف المواد الاخيره غا شافت وجهو ومضات عينها مسير عليهم. ما قدراش يشوف حالته اللي كتشفي لعدو. واش هادشي اللي قلتي بصح؟ توريا حركات ليه راسها بقى وهي حاضره كتبكي.
فخر شداتو الدوخه من العصا اللي كلها ومن الصدمه اللي سمع. يلا بغى يوقف ويرجع بالنور مغيب. سوريا شقات، مشات لعندو قمر، زي مشات لعند سوريا. يونس جبت الساروت حدا اللي عنده حلين من طول الحين يديه، في حين اكرام كانت واقفه ببورو ودمر بها يديها. سيف خرج لبرا كيحس براسو غادي يتفرقع، مشى لجهه الكرسي تما قلت شاد راسو بين يديه. عقلو حاليا داخل في صدمه كبيره، بقى شحال جالس كيسمع صوت لومبيلونس. شويه كبروا اللي مخرجين فخر وسوريا تبعها كتبكي. قمر سايا خرجت غابل لها سيف، قررت تمشي عندو. يلا تحركت ويا توقف، ملي شافت فايزه وقفت عليه. سيف كان دور وجو كيبكي تسمع صوت فايزه. سيف الدين ويشوف فيها فايزه شو جابك هنا؟ بدات لي لافيس ديالو، لافيس بجوج ملي كان مصبلين مصلوحين. جيت معتك امانتك علاش دبتي راسك؟ غيكمل وقفت عليهم قمر وطلع حاجب، شاف فيها سيف ورجع شاف فايزه ويوقف. شكرا، انا اللي خصني نشكرك، ابتسم ليها ومشى. قمر ربعت يدا وقربات الفايدة، صغرت فايده فاعينه وهي تنطق. شنو بينك وبينو؟ علاش كتسولي؟ حيت ديما كنشوفك مع راجلي. طولاتها وضغطات على وهي تقول لها فايزه بيناتنا معرفه، تكوني عارفه مزوج بيا ياك؟ حركات لها فايزه راسها بها. اليوم الاحسن تبعدي من واخا، ولكن انا مخبري سيف قال لي قلبي ما بقات كتربطكم حتى علاقه، هذاك غير مشكل بسيط حبيبه وقرب يتحل. مزيان، كنتمنى لك حظ موفق. ضربات فيها ومشات بخليه قمر كتغدد، ما ارتاحتش بتاتا لهاد فايزه. دخلات قمر عند سيف، قاسو جالس حدا اكرام كيداوي لها الضربه اللي حدا فمها، وهي تقرب ليهم. كي خصك ديري لها تلج؟ سيف جاوبه بلا ما يشوف فيها، سيري في حالك. جيت غير ناخذ ساكي، مشات هزات ساكي من فوق المكتب وتما تخرجت كيوقف صوتو. صبري، فرحات وهي تضل عندو. بلا غادي المجر اللي حدا البيرو حلو، جبد منو ساكا والشال ديالها كانت سات. وبداك النهار قرب لها ولا حصك عليه، اما شال حطو على كتافه غطاها بيه. شافت فيه شحال وخرجت من تما ورجع عند اكرام. حبيبي انا كي خصني نمشي؟ صبري غنوصلك صبري. لا لا بلاش، راه معايا الطوموبيل. يلا واخا ردي لبراسك. واخا، ودعات وخرجت من الكوميساريه بخطوات سرعة. تكات بلا قمر واقفه كتسنى في الطاكسي. قربت لها وهي تقابل معاها وهي تقول لها قمر اكرام ممكن ندوي معاك؟ تسمعت لها قمر اكيد حبيبه. مشاو الكافي قريبه من تما، جلسوا طلبوا اللي بغاو. انا بغيت ندوي معاك على واحد الموضوع، قالت لها قمر. وين شنو هو؟ سيف. مالو سيف؟ بغيتك تبعدي منه. استغربت قمر، كيفاش؟ كي سمحتي سيف من الاحسن تبعديه، يعني حيت قربك منه غادي غير يمرضو. علاش غادي يمرضو؟ مالكم معايا؟ انا ما فهمتش. تسمات قمر اكرام سخريه، كتفلى عليا، خلي راجلك وهرب عليه على قبل الحلم ديالك يكون غير كان يستاهل. بعدا مشيتي كتعري الحماق قدام نيتو ولا ما يسواش؟ خليتي الناس يشمتو فيه، خليتي كيشوف بعينيه راجل رجال كيتفلاو عليه قدامو. ها كيفاش كتوقع هادي يكون شعور في ديك اللحظات؟ سيف بسببك ولا انسان عصبي؟ بسببك مرض وباقي لحد الان كيشرب الدواء. قمر عينها مرض الدموع. انا يتقطع اكرام، انا عقلة مزيان على الهضره اللي قلتي قبل ما تهربي، ودرت بهضرتك وبقيت معاه ما تخليتش عليه، وكنتمنى انت تسمعي لي وتبعدي منه. بدات كقمر كتحرك راسها بلا ما نقدرش، انا كنبغي قبل ما نمشي طلبت منه يتسناني، انا ما هربتش، انا كنسمع ولا نرجع. واش عرفتي نهار مشيتي شنو وقع؟ واش عرفتي شنو داز عليه؟ اكرام عاودت لها كاع داكشي اللي داز عليهم في ديك الفتره. خلات قمر نزل راسها وكتبكي هادشي كامل مفخبرهاش، مفراساش بلي داك النهار اللي مشى تحقق فيا الحلم ديالها كان هو اكرام كيعانيو البرد الجوع الحقره الظلم ديال الناس اللي لاباس عليهم. غير بدا قمر كتبكي، انا ما مشيتش غير قبل الحلم ديالي، انا مشيت باش نعتقكم من ديك العيشه. سيف ضحى بالحلم ديالو على قبلك، دار المستحيل باش يخليك فرحانه وما تحسيش بالنقص. كوكتي فيه على كتبغيه كنتي تصبري معاه، وخا تعرفي تاكلي معاه غير الخبز والماء، ولكن انت شنو درتي؟ في بلاصه ما تصبري معاه وتعاونوا بدون شيء سهل عليكم والله انتي هربتي. بانت لها قمر غير منزله راسها كتبكي بحرقه، نهدات وكملات، من الاحسن تطلقي منه وتخليه يشوف حياته مع الانسان اللي فعلا تستاهلو، ماشي مع وحده حتى خسرات كلشي عاد رجع لعندو. هزات ساكا مشات خلصات عاد خرجات مخليه قمر قربات تحماق من البكا. هضرت اكرام وعات على شحال من حاجه كانت غافله عليها،
ما كانش في نيته تنقص من رجولته بخدمتها. التربيه اللي تربات ما علمتهاش بلي الجسد ديال المراه عوره وما خاص اللي جاي يشوفه، وخاصه وهي مزوجه كان عندها هادشي عادي. المراه كتعتبر الشرف ديال زوجها، وهي بهادشي اللي دارت طيات الشرف ديالو، بكات تفشت قلبها عاد نعت مشات للدار. اما ثوريا جالسه في السبيطار كتسنى فشي خبر على فخر، شويه كيبان لها جاي وباينه فيه معصب، قرر حدا ويدوي معصب بدر. فين هو؟ بقي ما خرج من عند الطبيب. شنو وقع؟ المصايب ديالو كي ديما. هاد المره شفر شي وحده كيعرفها الضابط وشبعوسه. بدر وين فان؟ شنو سميت هاد الضابط هذا؟ وري حط يدي على ولدي. سوريا وهي تشوف فيه بحده، ياك كنقول لك راه انت اللي خرجتي عليه بهاد الفشوش. كل نهار الاول تعاقب راه ما يعاودهاش، ويبدا كيغوت. والدري مريضه الشريفه مريضه، وسبب من؟ سببك. سوريا وهي تنهد، دابا سكت ما فيا اللي يهضر. بدر صفر بغضب ومشى جلس كيتسنى الطبيب يخرج. شويه كيخرج غا شافو مشاو لعندو، سولاتو سوريا شنو وقع لولدي؟ ولدك يا مدام تعرض للضرب مبرح ادى به الشلل الوجهي. سوريا شاقات. بدر غمض عيني من هادشي اللي سمع. يقدر يتعالج؟ ويه غير شلل مؤقت، مي الوقت امتى غادي يرجع وجهك الاول ما عارفينش بالضبط. مشى الطبيب وبدر شاف سوريا لقاها كترهد قربت تسخف. قبل ما طيح كان شده من يديها، بقى كيضرب لها في وجهها بشويه بشويه ولكن والو. هزها داها الغرفه خاويه عاد عيط للطبيب. وداز داك النهار وجا نهار جديد. سوريا حلات عينيها لقات راسها في غرفه في المستشفى والسيروم في يديها. تفكرات فخر ونطلعته بالجد. خفات خارجه من تما كيبان لها بدر مربع يديه راد راسو اللور ناس. مشات لعندو حركاتو بيدها صافا قوي. شوف فيها فقتي ولدي؟ ولدك راه بخير. نادات براحه وجلست حداه بعد تردد طويل تشجعت ونطقات. انا لقيت ولدنا. ويشوف فيها بعد نفهم شنو هو. سيف الدين ولدنا لقيتو. خرج فيها عينيا من الصدمه. شي كتقولي؟ يدا كتبكي. ولدنا لقيتو اخيرا، كنت شوف شحال كبر ولا راجل. علاش ما قلتهاش ليا؟ حتى انا يلا عرفت اسمه. وياسم حدموها هو نفسو الضابط اللي دابس مع فخر. بدر تصدم بقى ساكت مدة عاد الدوا. فين هو؟ ما تهضرش معاه، خليني تندوي معاه انا ونشرح ليه كل شيء. بغيت غنشوفو. سيف الدين مخلوف، غادي تلقاه في الكوميساريه ولكن ما تقول ليه والو. عافاك اكيد دابا غيكون مصدوم، ما غادي نقول ليه حتى حاجه. توريا بدات كتنخسس وبدر جالس حدا كيشوف فيها شويه بلا ما يحس. ما ديدي مسح لها دموعها. شاف سيف بعينه بدمعين ورجع حيد يديه دغيا. هو يوقف انا شويه ورجع. حركات لي راسها بان ومشى. واخا ما بينش فرحته ولكن راه الفرحه اللي كان حاس بها دابا ملي عرف سيف باقي حي ما وقع ليه والو لا توصف. غير امتى يشوفه؟ بطليا امتى يشوفه؟ خا من بعيد. قمر اللي كامل وهي كتفكر في هضره اكرام، فكرت تاعيات في شي حل ولكن ما لقاش. ما عرفاش كيفاش تتعامل مع هاد الشخصيه الجديده ديالو. وهي كتفكر سمع الدقان، وقفات ومشات حلات الباب. كيبان لها ساعي البريد، هاز في يديه شي ملف عطاه ليها وقعات ومشى. دخلات وهي كتشوف داك الملف تعجب، جلسات وحلات وغا شافت شنو فيه. ويات لوحدها كشي في الارض وشدات في قلبها وجلسات كتبكي كتغوت بالبكا. سكت في قسا المقافزة على صوت بكاها. مشات لعندها لقاتها جالسة في الارض وكتبكي. كيبان لها الملف حداها ورقة، هزات وقرات داكشي اللي فيه. ويات نهد ودابا علاش كتبكي؟ صافي صافي سكتي، راه غاستدعى المحكمة باقي ما طلقتو. خبر كتهضر وكلامها كيتقطع. هو صافي ساني سلمى ويز جلس حداها بحال البكا غادي يردو ليك. باقي عندك فرصة. قمر وهي تشوف فيها شمن فرصة ورافع ليا دعوة الطلاق. والمكلخة راه باقي مزوجين واصلا محقق تبقي عندو في الدار تاهل تالي العدة ديالك. بدات قمر كتمسح دموعها. كيفاش؟ واش طلقك الطلاق ثلاث؟ لا ايوا راه كتعتبر الطلاق رجعي، يعني بامكانكم ترجعوا من حقك تعيشي معاه في دارو. بصح اذا خصني نمشي عندو. هاتا عندك تنسى عيني تنساك الموت. ايوا داكشي اللي بقى عندك معايا حيدي عليا. اللي تقول لها سلمى حرام انا اللي جالسه كنشرح لك بنيتي. قمر مشات بالجره هزات الباليسه وجلست كتجمع في حوايجها سالات وتمت غاده. وهي توقف لها سلمى في الطريق. نعطيك نصيحه اخرى، مي وعديني تجيبيني عندك لدار سيف. قمر يلا بغات دويا تفكر كلام سوريا باللي هي مو
هادشي مشى من بالها وهي تشوف سلمى وضحكات بسخرية. لوستين مسلوسة، سلمى وهي تخرج في عينيها. كيفاش عرفتي؟ فراسك ما يتعاود بليا. يا فراسك مرات خويا الحقيرة. وي فراسي ودابا دبي خلاص. المهم كي خصك تحاولي ترجعي لك قبل ما تسالي العدة، حيت انا سالات ولي محرم عليك يرجع لي. قمر ويا تنهل غادي نحاول. تخطاتها ومشات، وصلت لباب حلاته قبل ما تخرج يتشوف سلمى. شكرا وردي عليا في ساعة الخير قالك شكرا، اش غادي ندير انا بديك شكرا ديالك. قمر حركات راسها وخرجت، شطا الطاكسي مشات للدار وبحكم سيف معروف المعجبات ديالو عرفو عنوانو ولاحو في الانترنت وسهل عليها المأمورية. وصلت للدار بقات شحال واقفة برا ما عندهاش الشجاعة تدق، يلا كتبغي تدق وكترجع. شدات الخلع من رجليها وهي كتفكر كيفاش غادي تكون ردات الفعل ديالو. خدات نفس طويل ودقات، تحل الباب وكانت حليمة واقفة. شافت فيها قمر باستغراب وحليمة كذلك. يتسول قمر شكون انتي؟ واش كنتي؟ انا مرات سيف. حليمة تحقت فيها مزيان عاد عاد رفع عرفتها وهي تقول لها اه دخلي دخلي. خلات ليها عافية تدوز. دخلت قمر جرى ديك الباليزة كدور عينيها على الجردة. وصلت الباب ديال الدار وحلاتو وعاد دخلو. قالت لها حليمة سيف راه في البيرو ديالو، ممكن تعيطي ليه؟ ايه واخا. مشات حليمة طلعت لعندو دقات ودخلت بعد ما طال الاذن. خويا سيف؟ سيف ويشوف نعم حليمة. مراتك كاينه لتحت ويعقد حواجبو. شكون دخلها؟ انا. ويتناد واخ بقف مشى هبط. بانت ليه واقفه حداها باليزه قرب لها ويربع يديه. شنو جابك لهنا؟ جيت لداري. دار في هذيك الشوفه ديال منيتك دارك؟ اه ما حدنا باقي ما طلقنا فها فهادي راه داري. وصلتك السيده المحكمه؟ وي وصلت. ولا الجايه غادي نبقى معاك تنطلقو رسميا حيت بدات كتحاول تفكر داكشي اللي قالت لها سلمى ساعة ما عقلاتش. المهم انت مسلم وغادي تكون عارف علاش كانت بي. الحاجة الوحيدة اللي عارف هي لما خرجتيش غادي نخدم معاك يدي. وما خرجاش. يلا بغا يجاوبها حتى كيصوني يدي هزو بعد لها شوية تجاوب الو ويقول له يونس ديك المرة ديال البارح بغات تشوفك. الى مرة اللي قالت لك الوالدة ديالك ويعقد حواجبه خاني جاي. رد على البلاصه ودار الشفاه القمر بعيده كتشوف فيه. من الاحسن ملي رجع لقاك غبرتي. اه واخا ضرب فيها ومشى. اما هي ابتسمات بقات كدور عينها على الدار. مشات كتسارع كاع البيوت دخلت ليهم. كيبان لها واحد مرتب مزيان باين حتى واحد ما ناعس فيه ولا كينعس فيه. مشات هبطات هزات باليتها ورجعت ليه. مشات للماريو وجلست كتستف حوايجها فرحانه. منى جالسه في القهوه لابسه اللبسه ديال الخدمه حاطه البيسي في الطبله خدامه فيه. هزات عينيها بعفويه كيبان لها داخل بديك الطوله والتجريده ديالو. صغرات عينيها وعوجات فمها كتشوف فيه. بان لها مشى جلس فواحد الطبله ابتسمت وهزات القهوه ديالها والبيسي مشات لعندو. هاي صفي عيني حرك لها راسو بعد السلام. ما عقلتيش عليا ويلي؟ ويحرك لها راسو بلا جلسات ويا ضربو الكتفو. عندك الذاكره ضعيفه كل الزبيبه راه مزيان ليك. ويقول لها فائر شكون انت؟ والله ما عقل عليا. ايوا انا هي البوليسيه ديال داك النهار اللي ربطات لك يديك. اه انتي شنو باغا؟ والو غير بنتي ليا بوحدك. قلت نونسك انا بوحدي حيت انا بغيت نبقى بوحدي. مونا ما داتهاش فيه. شنو تشرب؟ على حسابي. ها يتهز المعني وحطها وحده هاكا. يلا اختار وما تحشمش. بقى شحال كيشوف فيها شويه وينطق وبكي سؤال. وي طبعا كيفاش توليتي بوليسيه؟ جاوباتو من نيتها دفعت الكونكو وتقبلت ويدوي بشويه وخشيت في المرتبه قبل الاخيره. ويحرك لها راسو بقى حيت ما بيناش على حالتك بوليسيه. وشنو اللي باين على حالتي؟ هبيله. دورات وجهها جنب ضحكات بالاستهزاء ورجعت شافت فيه وزات رجلها تحت الطبله وعطاتها لي ركبت تخرج عيني من الالم. ودابا تيجيزك فائر بقى غام غمض عينيه كيتصنت لديك الدقه اللي عطاتو قصحات المسخوطه. حل عيني هاد المره شاف فيها شوفات خلاها تنوض. ديك الساعه هزات الباسه ديالها وضرباتها بجريه. اما هو حط يدي على رجليه كيحاول يخفف عليه الالم. سيف وصل الكوميساريه دخل المكتب ديالو بانت جالسه كتحرك في رجليها بتوتر. بقى شحال كيشوف فيها
باقي لحد الان ما دخلش لي داكشي اللي قالت لدماغه. ناد وقرب لها غاب شافته يا توقف يا تقول له بلهفه سيف الدين تخطاو مشى جلس بلاصتو. شاف فيها لقاها باقا واقفه. جلسي توري بالعاد طريقه وجلسات. بغيتيني في شي حاجه؟ هزات ملف ويا تمدولي. انا عارفك غادي تكون وسط ولكن الا ما تيقتيش هالدليل قدامك. هز داك الملف حلو جبد الورقه ديال التحليل اللي كانت دارت هو كيقرا حوايجو كيتعقدو ورجع ديك الورقه في وسط الملف وحطو حداها. ممكن نعرف علاش كبرت كيتيم وتجي هيا؟ سوريا وما يتغرغلو عينيها. ولدي حنا راه ما تخليناش عليك. بدات كترعد وما بقاش قدرت تهضر. نسا انا شنو نوي وقعد قاد ساكته كتبكي حتى شبعات بكا وتهدنات شويه عاد هضرات. ما هو كان غا كيشوف فيها تسوف خر الدين تسوام فاش تولدتو جبنا مربيه باك اللي خسارها بحال الوقت بيسك الله حد بلي كتحط العين على باك وكتقرب منه. حتى معاملتها معاكم كانت قاصحه شحال مره كنلقى الضرابي على لحمكم وتما جريت عليها ما عجباش الحال وباش تنتقم مني هزاتك في الليل وهربات بيك. وكنت عارفه ولدي شحال قلبنا عليك ما خلينا في القلبنا ولكن والو سيبقى ساكت وكيسمع ليها. ما عرفش علاش ملي عرف بلي عنده عائله محرك فيه والو يمكن حيت كبير مابقاش محتاجهم. فواحد الوقت اللي كانت حاجته بهم كبيره ولكن ما لقات حد حداه من غير يونس اللي رافقه في الميسم واكرام اللي شاركته المعاناه. نهت نهيده من الاعماق من القضيه هكذا ما غاديش نلومكم ولكن ما تسناو مني حتى حاجه ما تسناوش مني نعاملكم كعائلتي. سوريا وهي تشد لي يدي ولدي انا ما بغيت منك والو بغيت غير ما تحرمنيش من شوفتك راه 27 عام وانا مكويه من جهتك داري محلوله في وجهك في اي وقت. تسمعت وهي تمسح دموعها سعدتك خوك اختك سيف خسر سيفتو ملي تفكر فخر ولدك باقي حسابو معايا مساله عرفتو دايره قد راسو ولكن ما تلوموش ولدي لومني انا الا ما كنعرف من لامين رجل اعمال معروف شنو اللي خلى ولدك يكون شفار. سوريا ويتنهد بحرقه فخر الدين المريض اطباء شخصو المرض ديالو بهوى السرقه تفكر داكشي اللي وقع بيناتهم قبل 7 سنين من غير هادشي ولدك حقار وظالم عزيز عليه يستقوى على اللي ضعف منه حتى هذا عنده مرض ورا اي حاجه كيديرها فخر فرح في سبابي. ما تبرريش لي افعاله بهاد الهضره ارتكب جريمه كيخصو يتعاقب عليها ماشي غير وحده جوج اعتداء بالضرب عاد محاوله سرقه راه تعاقبني بسبب الضرب اللي ضربتي راه وجود شلل يسهل. سوريا تنهدات بحرقه بغيتي تشوف باك اختك الا بغاو يشوفوني غادي يلقاوني هنا. واخا ولدي واخا كيخصني نمشي عند خوك يا توقف نخليك. سيف وقف مشى معاها حتى الباب حلو ليها قبل ما تمشي قربات منه وحاوطات يديها على خصرها وحطات راسها على صدره مغمضة عينيها. سيف بقى واقف لا ما يبدل على العناق خلى على خطرته شبعت منه عاد بعدات عليه وخرجت بلا ما تشوف فيه. نهاد هو ورجع لبلاصتو شد راسو بين يديه كيفكر في هاد الصدفة العجيبة الولد اللي حقر عليه وظلمو شحال هذا طلع خوه التوأم ديالو من الفوق. صدفات حوايجها قادت الامر في البيت وهبطت لتحت مشات للجرده غابه على البيسين فرحات مشات بالجره لبسات دو بيس في الموف ورجعت هبطت لابيسين حطات رجلها في الماء كتلعب بيهم شويه وقفات مشات تسرحات في الرولاكس باش تبرونزا قالت ليك هو المهم السيده واخده راحتها في الدار. داز الوقت والسيده مازال ما جبدها تما شويه كيتمدخل صيف دور عيني على الدار ما بان لي حد قال مع راسو صافي غتكون مشات مشاو عيني جات الجرده وين المحشي حد ناس فوق الرولاكس بدا غادي كيقرب كيقرب تخرج للجرده غابت لي ويطلع راسو الفوق كيزفر بالجهد سمعته وهي تشوف فيه وقفات ديك الساعه وهي تمشي لعندو عنقات وبعدات جيتي شنو قلت لك انا ما عقلتش ربع يدي وخنزر فيها غا شافتو خنزر دارت بغات ترجع لبلاصتها وهي تعطيه بالدراجه اوكي نمشي نتبرونزا بين ما بردتي بغا يشدها ما لقى فين يشد حتى كيجر من شعره جر معاه حتى الخيط ديال الماي حتى كيتحل ويدري يدي على صدره ودارت لعندو قربات منو مصغر عينيها بتشكيك هادشي اللي درتي كان قلها على القصد ياك وعلاش ويا تقول له باش تشوف صدري سيف ديك الساعه شاف فيها ورجع نطق سمت يكون عندك بعدا حلات فمها والصدمه ما رضاتش عايراتو تا هو من ديك الجرأة اللي فيها محس براسو تهز بخفة ولحمها في داك لابيسين مشى ديك الساعة بلا ما يشوف وراه يطلعات للسطح ديال الماء كتكحب مع غفلة كاع الما شرباتو
طلعت كترعد ومشات هزات الفوطه تخشات فيها. طالع البيتها واللي ولا بيتها، مشات للدوش دوشات سخنات مزيان، عاد خرجات لبسات حوايجها. شي بدات كتسمع الهضره كثيره لتحت، خرجات من البيت دغيا قبطات لقات اكرام ومولا اللي كانوا يلا دخلوا. سلام البنات، مع دار شوفها كيتصدموا. هي تقول لها اكرام انتي شنو كديري هنا؟ قالت لها قمر جيت عند راجلي. علاش؟ اكرام ضحكات بالسيده ويتقرب ليها. راجلك؟ علاش من راجلك كتدوي اللي خليتي وهربتي باش شعري لحماك؟ قالت لها منى اكرام ويا صدر قمر، انا عرفتك انتي وسيف مقلقيني وكان وعدك غنخليكم تنساو كاع اللي فات، غير عطوني فرصه. الا كان باقي عندك شويه ديال النفس جمعي حوايجك وخرجي من هاد الدار، حيت كاع اللي فات ما باغينكش. منى ويتقرب القمر، لا عندك اختي انا باغياك، مرحبا بك عندنا. ولا انا اللي مرحبا بيا عندك. قمر يتبسم ليها، شكرا الزين. اكرام يسخن زرف منى، اش كديري؟ قالت لها منى تكسنتي. اكرام زيرات على قبضه يديها يتشوف قمر بحقد، ضربات فيها وطلعت مع الصبع عند السيف. حلات الباب بلا ما تدق، لقاتو مسكين فوق الناموسيه وغا شافها داخل مع الصبع وقف مشى لعندها. مالك؟ ديك الليل تحت شنو جات كدير؟ بغات تمردك تاني. صيف ويت نهد، هادشي علاش معصبة؟ علاش ما نتعصب شويه؟ رجع بلا حشمه بلا حيا. انا ويا غادي نطلقوا من داك الوقت، غادي تبقى انا والوجود ديالها غادي نعتبره بحال ما كاينش. بصح غادي تطلقوا. حرك لها راسو بقى ويتبتسم اكرام، مزيان احسن ما درتي. ويقول لها سيف بصح دير، تقربي منا وتقرب منك، تسالي لعده وتمشي في حالها. سمعتي؟ واخا حبيبي. وصل وقت العشاء، كاملهم مجموعين على طاوله العشاء من غير قمر. حيت حتى واحد ما قال لها بطي تاع الشاي. منى شافت تعيات ونات باغا تمشي تعيط، لا حتى كيوقفها بصوته. جلسي. قالت له منى علاش؟ فين ناويه تمشي؟ مشي لعين تاع القمر، غادي يكون فيها الجوع. جلسي تاع الشاي. ولكن ويقول لها بحده منى. نادت منى وجلست كتفكر فيها. بقات فيها قمر وما هي كانت مسبعة اخبارها، وكانت كتشوف اللقاءات ديالها والعروض ديالها، حياتها وكلها، وحباتها من ديك العفويه اللي كانت فيها. تعشاو سلاو، كل واحد مشى لبيتو ينهس. قمر بعد ما سالات افلامها اللي كانت مسبعة واحد ورا واحد، ضرها الجوع، شدات في كرشه وخرجت من البيت. هبطت لتحت وهي تصدم اللي لقات الضوء طافين. شو المساخين، تعشاو بلا بيا. واخا مشات للكوزينه دخلات كترون فيها، ما كان شي حاجه جبداتها، كتخربق تما شحال عاد سالات الطياب وجلست كتاكل تاش بعد. ولا ترجعت البيت مخليه الكوزين حالتها حالها. جا الصباح فاق سيف بكري، دوش لبس سروال ديال الصبا وتيشيرت وهبط مع الدرج، يتبان لي حالمه واقفه حدا الكوزينه ومصدومه. ويقرب لها سيف ويكشر ملامحه ملي بانت لي الكوزينه كلها مرونه. شدشي ما عرفتش، جيت نوجد الفطور تاك لقيتها هكا. تفكر ملي معاهم قمر في الدار ويعرفها هي مولات الفعله، ويشوف حليمه ما تحطيش يدك عليها. ولكن اخويا خصني نوجد الفطور اللي رونا ينقيها. سير جلسي. تخطى ومشى. اما قمر كانت ناسه مجبده كل رجيها في جيه، مرتاحه في النعسه وفوق هاد الناموسيه اللي رطبها شويه كتفيق قافزه. خرجات شاقه من الاعماق بحال الا كانت مخنوقه. شافت جنبها لقات سيف واقصها السطل كب على السطل ديال المعمر بالثلج. مع الصدمه باش فاقت شدات البكيه وجمعت رجلها عندها وشدات راسها بين يدها كتحاول تهد راسها. ويقول لها سيف تهزي جمعي ديك الرويله اللي درتي لتحت. قمر غير ساكته وشاده راسها بين يديها تتغوت. هزي. قفزات بيا تشوف فين. عفاك صبر شويه انا ما نقدرش نوض. ما داهاش فيها شده من درعها جره وراها، هبطها لتحت مشى بها للكوزينه ودفعها لداخل ويشوف فيها. كوزينه ترجع كيما كانت، ولا غادي تجمعي حوايجك وتغبري عليا وجهك منا. صافي واخا خنزر فيها ومشى. اما هي غير شافتو غبر حطت راسها فوق البوطاجي كتسترجع انفاسها، حتى تهدنات شويه ومشات كتجمع الكوزينه. منى واكرام فاقوا هبطوا لتحت لقاو حليمه جالسه حدا سيف هاز التالي، مشاو جلسوا حدا وشويه كتبان لهم خارجه من الكوزينه وباينه فعيانه. البنات كيشوفوها فازقه ما فهموا والو. يزق لها منى اويلي باكي فازقه دابا يضربك البرد. قمر حركت لها راسها بقى وطلعت الفوق، دوشات وبدلات عليها وهبطت لقات حليمه وجدات الفطور وجالسين كلهم جوعين. مشات جرات كرسي وجلسات مخليه منى وحليمه كيشوفوا فيها وكيشوفوا في سيف، باغين يعرفوا ردات الفعل ديالو. كان هو كيشرب القهوه هز التيليكام مصور، اما اكرام غا كتخنزر فيها.
قمر حطات يده على جنب راسها كتمصي فيه وهي تشوف حليمه ونطقات عافاك اختي ممكن توجدي لي قهوه كحله؟ وقفت حليمه قالت لها واخا يلا بغات تمشي ويدوي صيف. حليمه جلسي شاف قمر ويدوي معاه بحده خدامه اش عندك باش تسخراكي بغيتي؟ قمر فهاد اللحظه تعصبات مع اصلا راسها دارها وقفات دفعات الكرسي سطح وتمات غاده ويقول لها صيف اجي لهنا. قفات دارت لعندو شنو رجعي الكرسي كي كان. زفرات بغاده ومشات هزات الكرسي وهي تشوف فيه مخنزره وعاد مشات لبيتها. منى وحليمه بقات فيهم اما اكرام عاش مع الحال. فخر الدين خرج من السبيطار رجع للفيلا عند باه عيات مع امو يمشي معاه ولكن رفض وجهو باقي مشلل ما لم يحوجها ما دام كيحركهمش. كان جالس في البالكو ديال البيت وكيخمم. كانت صدمه عمره ملي عرف بلي سيف هو خوه كرهو قبل ما يعرفو حيت بسبب امو كانت عصبيه وكتبرد في اعصابها. وزير على قبضة يدي ملي كيشوف باه هاد اليومين فرحان بسيف اللي باقي حتى ما شافو. بمجرد ما عرف بلي راه حي تبدلات النفسيه ديالو ولا غا ضحك. هادشي كيزيد يخلي فخر كيحقد عليه حتى من با اللي هو الوحيد اللي كيوقف صفو غادي كيمل سيف ويخليه. وبالحديث على بدر فكان بلاصه الطوموبيل ديالو مراقب باب الكوميساريه ما يحتاج يسول عليه. عنده احساس باللي مجرد ما يشوفه غادي يعرفه وفعلا داكشي اللي كان عيني تحلم للمحو هاد الشخص كيشبه الفخر خارج من سيارته بشموخ ابتسم وكيراقب فيه كيشبه الفخر وحتى نسى المشويه خداو الملامح من مهم اما الطوله خداوها منه غيبه اللي غبر غمض عينيه ورجع راسو اللور نهض براحه واخيرا بعد 27 سنه لقى ولدهم. سلمى كانت كتهضر ماما بغيت نشوف فخر بغيت تخنزر في عصوريه ضرب البنت وكانه يشفر ومازال كتدوي. هي تقول لها سلمى بحزن توحشت خويا بغيت نشوفه. هي تنهد سوريا بقى باغي يشوف حد فينا. قربت لما عنقات من دراعها دويتي مع سيف يمكننا نمشيو نسكنو عنده. سوريا يضربها على كتفها واش بطل حرام داكشي اللي هامك وهي تشد على كتفها وهاديك المسخوطه صيفطتها باش تقضي لينا الغارات ساعه ضربتها ليا بالكره. سيف خرج من الخدمه مع ديك الخمسه العشيه شويه كاين المحواق فدايره يدها على جميله مخبيه على الشمس بقى شحال وقف كيشوف فيها كيفاش كتحيد شعره بانزعاج من على وجهها. شويه طاح لها الساك من على كتفها دارت وعطاته بالظهر وبطات الارض هزات الساك كما هو كشر ملامحو قرب ليها بلا كلمه بلا جوج حيد الفاز ديالو وهو يحاوط على خسره. تقبزات فايزه وهي تشوف فيه سيف خلعتيني شو وقفك ديرينا كانت لنا تاكسي طلعت لا نوصلك. لا لا بلا ما نعذبك وطلعي خلاص حيدي من الشمس عليك. شكراتو فايزه مشاو لجهه الطوموبيل ويحل على الباب دخلات عاد مشاو لبلاصه الطريق كامل هما مجمعين بجوج اغلبيه الوقت هي اللي كتهضر وكيسمع لها بتركيز تام. توصلها للدرب يلا بغات تحيد الفيس ويشدها من يديها تحيدي الفيس تدخلي الدار واخا هي تقول له بعدم فهم علاش تهلاي في راسك بقات شحال كتشوف فيه حتى هو يبقى بلا ملامح وجهه الوسيمه هو كان كيشوف في عينه واللون ديالهم. شويه توترات فايزه وهي تحنحن بسلام عليك شكرا حرك لها راسها وبطات. اما هو بقى مقابله دخلت لدارهم ابتسم ومشى. مشات لبيتها كتبدل حوايجها حيدت السروال وهو يخرج عينه بصدمه ملي لقات بقعة من الدم عليه وتورد وحنيكات ملي حسات بالاحراج ولكن سرعان ما ترسمات على شفايفها ابتسامه ملي تفكرات الموقف الرجولي اللي دار معها سيف. قمر كانت بيتها كتدوي مع ضحى في الطيلي كتعاود ليه على نادر اللي عيات ما تحاول تخليه يشوف جهتها ساعه والو والله الا فوشت عليا قالت لها ضحى انا مفقوسه وانت كتضحكي لا راه حتى انا كنت مفقوسه ويلا طلعي فحالك قالت لها باي. قطعت معاه وبطات لتحت كتبلا اكرام جالسه بهدوء في الجرده قدام لوحه كترسم فيها ابتسمت قمر وهي تقرب ليها كتعرفي ترسمي ما عندي ما نسالك. اكرام غا شافتها وهي تكحل بالعمى حيدي من حدايا غادي تخسري المود ديالي. قمر يضرب بعيديها مالك معايا بغيت غنفهم عرفت راسي درت غلط كبير ولكن زدتي فيه ثاني. اكرام تعصبات وهي وقفت قابلات معها بغيتي تعرفي مالي اها قولي ليا كيعصبوني لصقات بحالك سيف محمل حتى يشوف فيك وانتي بلا نفس لاصقه فيه ديري لي عزله راسك وسيري فحالك. هذا كيبقى راجلي والمشاكل اللي كيكونوا بين الراجل ومراتو ما خصش يدخلوا فيهم الاخرين احترمي الخصوصيه ديالنا. قال لك الخصوصيه وهي العالم كامل شاف عريانه. قمر يتزلى اصبع مسح دير اكرام
خلي بيناتنا الاحترام وخلي مع السك عندي تبقى كبيره. مانيش كدوي على الاحترام. طلعت وهبطات تيعلم الله شحال من واحد داز عليك فهاد 7 سنين. قمر هنا تعصبات هزات يدها ودفعتها من قدامها. إكرام رجعت باللور وزاكله طاحت نيشان في لابيسين وضبط في البلاصه الغارقه. والمصيبه ما كتعرفش تعوم. قمر بنت لها السيده هبطات بقى طلعت عجبات بقات كتسنى في الصلاه ملي ما بانش لها تعطلات بزاف عينها خرجوا تلحد دغيا في لابيسين بقات كتعوم لجهتها كتبان لها غارقه مغمضه عينيها دورات يدها على خصرها كتعوم بها. ما وصلت لسطح الماء تغفر لها الله الذنوب مشات بها للجهه اللي ما غارقاش وبقات كتطلع فيها فوق لابيسين ساعه والو ما قداتش عليها حتى ولات كتقوت. حليمه 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 اللي جات كتجري غبنت لها اكرام مجبده شهقات ومشات لعندها حتى كتبان لهم الدريه مغيبه عيطوا ديك الساعه على الاسعاف اللي جاو الدوانيش على المستعجلات ومعها قمر وحليمه. سيف اللي مجرد ما وصلت ليه حليمه الخبر خرج ديك الساعه من الخدمه مشى بالجره لطوموبيلته غادي لعندها. مولاتها هي مشات معاه غوصلو كتبان ليهم قمر وحليمه واقفين كيتسناو الطبيب وقمر حوايجه فازكين قربوا ليه وقفوا حداهم ويقول لها سيف بخوف اش وقع. قمر غا شافته هبطت راسها لتحت واكرم غرقت وجاب الله قمر عتقاتها ما يعلم الله اش كان غادي يوقع. سيف ويشوف قمر كيفاش غرقات ويا توتر قمر ما عرفتش لاحظت التوتر ديالها قد حوايج ويلاه بغى يجاوبها ويخرج الطبيب. سيف غا شافو مشى لعندو كيجري سولو كيبقى صحاتها قالو بلا غرقات شربات الماء بزاف واكثر من ذلك دخلات في غيبوبه بسبب الاكسجين اللي ما وصلش للدماغ وسبب لها سبب لها غيبوبه دماغيه. سيف غمض عيني ملي سمع هضره الطبيب امل بلا تشهق بصدمه خصوصا القمر اللي حسات بواحد تأنيب ضمير رهيب. خرجت الدموع من عينيها وهي كتفكر بلي هي السبب. غادي تفيق من ياك؟ قالو الطبيب ان شاء الله غيبوبه مؤقته حنا غادي نديرو كل ما في جهدنا باش نخليوها تفيق في اسرع وقت. شكرو مشى ظهر سيف عند قمر اللي كانت كتبكي شاف فيها بعيني حمري كيجمر حس بلي هي ورا هادشي ولكن ما غاديش يظلمها حتى يتاكد وديك الساعه يتصرف معاها. مشى لعندها نيشان شدها من يديها وجرها معاه وصلوا للطوموبيل حل العلبه ودفع لداخل مشى بلاصتو ديمار الطريق كامل وهي مقابلها كيفاش كيبان معصب العروق ديال يدي شويه ويطرطقو بغات غير تعاود ليها اش وقع ولكن لسانها تعقد من الخوف. حتى وصلوا للدار وهبط صيف جارة دخل معاه للدار مشى نيشان المكتب ديالو طلق منه مشى للبيسي وخدم الكاميرات اشحال كيتفرج كيدوز حتى وصل للقطة اللي دفعت فيها قمر اكرام وجمع قبضة يدي وضرب بها المكتب حتى قفزات قمر اللي كانت مقابلة ورجلها كيترعدو. لاح داكشي لاح داكشي اللي كان فوق المكتب بعصبية وشاف فيها بغضب ومشى لعندها ما دواش ما حدو شدا من درعها وجرها هبط بها لجد لاكاف اللي كان عبارة على غرفة صغيرة وحدها وحدة أخرى كبيرة. توجه لديك صغيرة حلة وتفعل داخليا شافت داك البيت اللي باينة في عمرو تحل خرجوا عينها من الخوف رجعت لعندو بغات تخرج ورجعت تفعل داخل وهي كتقفقف سيف عافاك خليني غير نخرج. واحد إكرام نعسة في داك السبيطار بوحدها غادي تبقاي هنا بوحدك نهار تفيق ونهار تخرجي. شافت البيت كيبان على حشرات عراميتين تما ورجعت شافت فيه ومشات شدات لي يدي كتحرك راسها بلا بهي السيرية لا 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 حبسني في بلاصي لهنا عافاك يا سيف ما داهاش فيها نصر لها يدها وصد عليها الباب. اما هي ولات كضرب وتغوت وتبكي كلشي تخلط عليها. خرج من الدار ورجع لعند اكرام بقى جالس معاها في الغرفه اللي حولوها ليها كاع الاجهزه الطبيه دايرين بها شد لها يدها وبقى كيشوف فيها ما يقدرش يتخيل حياته وهي ما فيهاش كيعتبر اكثر من اختو بنتو علاقته ما كتوصفش بالكلمات. حليمه مولا رجعوا للدار بعد ما وصاهم سيف ما يحلوش عليها ولكن ملي سمعوا غواسه ما قدروش يخليوها هكذاك اتفقوا يقلبوا على السواد ديال لاكاف. مولا مشات لبيتو وحليمه المكتب عيا ويقلبوا في التالي خرجوا سولتها مولا لقيتيه ولا غالبا داه معاه شنو نديروا دابا والدريه راه قربت تحمق من البكا والغوات والله ما عرفت حتى من الباب ديال الحديد راه ما يمكنش نفرعو خصنا ضروري نلقاو شي حل حشومه هذا الشيء. قمر تحت شبعات بكا صافي حسات براسها غادي ينفجر عندها فوبيا من الحشرات اكثر حاجه كتكرهها في هذه الدنيا الحشرات بجميع اشكالها. دورت عينها على البيت ما كيبان لها والو حيت طفى على الضوء وهذا الشيء اللي مخليها كتموت بالخوف خصوصا كتسمع صوت الحشرات كيتحركوا شويه كتحس بشي حاجه كتمسش عليها في الجسم ديالها كتصوص حوايجها بهستيريا وكتبكي وكتغوت ربي اللي خلقها عفاك عفاك وحل لي الباب غادي نموت عفاك
حسات ثاني بشي حاجه كتحرك فيها، وبقات كترطى وكتنفض حوايجها حتى من شعرها شبعات فيه نتيف. مورا حليمه كيسمعوا الغوات كيتزاد زاد على حدو، هبطوا عندها كيجريو. كتغوت منى مرة على الباب، قمر قمر قمر. سمعت صوتها مشات حدا الباب كتدق، عافاك حلي الباب شي حاجه كتحركني في لحمي. اصبري اصبري شوي انا غادي نلقى شي حل صافي، عافاك ما تخلينيش. ما تخافيش حليمه غادي تبقى هنا من ما جبت ساروت. مشات منى بالجرى الفوق، حين حليمه بقات واقفه حدا الباب كتحاول تهدن قمر. هزات منى التالي، اول واحد جاب بالها ما يقدرش سيف يخسر له الكلمه هو باها، قدرت معاه عاودت ليه اللي كاين. سيف ديك الساعه جالس في كرسي مقابل مع اكرام، حتى كيصوني التالي ديالو غشاف شكون جاوب ديك الساعه. الو، ويقولوا البشير ولدي لاباس عليك؟ انا هادو يشوف اكرام. الحمد لله وانت؟ الحمد لله وشاكرينو. عيط لك يا ولدي على قبل واحد الموضوع. شنو ديك البنت اللي حابسه في لاكافا ولدي؟ ماشي هادشي اللي كنعرف عليك. ويقول له سيف، تسال ما كثر، تصدعش راسك معاها. شوف ولدي، البنت راه يتيمه وبهادشي اللي كدير راك كتاخد نوبه، غلطات هي ولكن راك كتغلط كثار منها. سيف غا ساكت كيسمع لي. ولدي الا بصح كتعزني دير بوجي وسير حل عليها. ويتنا هاد بقلات حيله وقال له يكون خير. رجع راسو للور غمض عينيه كيفكر، جا في بالو نهار كان نزار اب قمر على فراش الموت كان كيوصي فيه عليها. حل عيني وتنهد من الاعماق، شاف اكرام وقف خرج من تما. الكب شاني شان هز سوارت، شعل الديجان كتر باش يتشعل الضو. عاد هبط لتحت كيلقى واقفين حدا الباب ديال لاكاف ويشوف مونا. قلت سديش نجي داك الفوم عندك. سربي سربي حل على بنت راه صوتها تقطع. حل الباب وما يتصدم ملي لقاوها طيحه سخفانه. سيب قاري واقف امام مونا وحليمه، مشاو بالجرا لعندها. مونا كتصرف قلافه وجهها بشويه وكتغوت باش تفيقها. قمر قمر حل عينيك. قمر حلات عينها غا شافتهم ورجعت باللور كتحرك راسها. بالله مبقيتش نعاود، مبقيتش والله ما نعاود. قالت لها مونا تهدني ما تخافيش منا والله صافي. انا والله ما قصدت. قالت مونا كتحرك راسها بقى، صافي عرفت عرفت غير تهدني. سيف كان واقف مربع يديه حدا حليمه كتشوف فيه باستغراب، عمرها شافته قاسي لهالدرجه. كيجيب الله هذا اللي قدامه راه انسان اخر. مونا وقفات، وقفات مع قمر اللي غشف دوك الحشرات اللي كان ظلم مخبيهم عليها وهي تحميها الغوات. منى عيات معاه ولكن والو ما بغاش تسكت. شافت في سيف لقاتو كيتفرج فيها بكل بروده، تعصبات وهي تمشي لعندو جمعات قبضات يديه وعطاتها ليه الصدر بالجد تكشر على ملامحو. واش كتشوف السيده قربت تحماق وانت كتفرج فيها؟ سيف شاف منى ورجع شاف قمر، تخطاو مشى عنده هزا بين يديه. غا شافت فيه ولقاتو هو بدات كتنطر خايفه منو، كتقول شي هضره كاع ما مفهومه. المهم بحال تصطات. سيف بقى هزات وصلها لبيت، هدها للدوش، هز الرشاشه ديال المحله وقابل معها مخلي الماء كيتكب عليها هي شقات. شي بدات كتهدن، غا شاف رجعت الوعي ديالها سد الماء ورد الرشاشه لبلاصه. شاف فيها لقى كترعد. هاد المره تقيت فيك وجه الله، المره الجايه نشوفك حطيتي على يديك ولا قربتي منا اللي غادي تشوفيه مني عمرك شتيه. قمر وهي تشوف فيه، تا ماشي هو سيف اللي كنعرف شكون خلاك كتولي هكذا. بقى شحال كيشوف فيها عاد هضر نجي نتفاعل عليه ومشى. اما هي بقات تما شحال جلست الارض وجمعات رجلها عندها وحطت راسها عليهم. الرعب اللي عاشو هاد النهار عمرها تنسى. وشكون اللي ركب في هاد الرعب؟ هو سيف اللي كان ما كيحتش على يديه. في هاد اللحظه حست اكرام اللي على قبلها دار هادشي كامل. وداس يومين، سيف هاد اليومين كان من خدمتو لعند اكرام، كيبات معاه في السبيطار. من داك النهار ما بقاش في قمر، هاد الاخيره اللي بقات غبيتها. كون ماشي حليمه منى اللي كيطلعوا ليها الماكله كون ماتت بالجوع. سيف كان في خدمتو فاش يعيط ليه الطبيب وقال لي بلي اكرام فاقت. خرج ديك الساعه مشى لعندها، لقى حال العينه ومسكيه. سيف تنهد براحه ملي شافها فاقت وبخير. مشى لعندها وقف حداها هي غا شافته ابتسمت ليه. سيف على سلامتك. الله يسلمك. جر كرسي وتقابل معاه شد ليا الدباسه. خلاتيني عليك. انا بخير ما تخافش. ويقول لها بعيت يا قلت لك ما تقربيش منها. هي اللي جات عندي. ويحرك لها راسو بقى، عرفت شفتها في الكاميرا. سكت شويه ورجع هضر. انتي ما قلتي لها والو زعما؟ لا، واش شاك فيا؟ اش كتخربقينا؟ سولتك. خلينا من هاد الهضره، انا بغيت نخرج من هنا. واخا صبري نمشي ندوي مع الطبيب. خرج من عندها سيف غادي عند الطبيب وكيتش، يتمشى في الكولوار حتى كيلمحو جاي من بعيد. وكشر ملامحو بغضب ملي شافو، كان فخر لي جا على قبل وجهو. حتى هو غا شافو وقف قرب من سيف وتقابل معاه. فهاد اللحظة القرطاس كيتشاير من عينيهم. سيف من ملامحو باين الغضب،
عكس فخر اللي ملامح بارده ده بحكم الشلل اللي باقي فيه. سيف كيشوف وجه فخر اللي كله من الفوخ زرق، ابتسم بالسيزا ضرب فيهم مشى. فخر دار كيشوف فيه بكره، ما كره جيت لحالي ورجعني ديك الشوهه اللي دار لي في وجهه، ورجع شاف قدامه ومشى. قرب للغرفه اللي فيها اكرام ووقف ملي شافها من الزاجه متكيه وكتشوف الشرجم، عقل عليها مزيان هي نفسها اللي كلاس الخا ديال اللحظه على قبلها، بقى شحال كيتحلف على بعيني هذا مشى. دخل سيف للدار ومع اكرام شاد لها في يديها منى وحليمه، غا شافها وقفوا مشاو عندك يعنقوا فيها. اما قمر كانت بيتها كالعاده. وصل الليل كانوا كاملين مجموعين كيتعشاو، من غير قمر اللي كانت حليمه طلعت للعشاء بلا ما يشوفها سيف. تعشاو وسالاو كل واحد مشى لبيته، اما سيف مشى لعند قمر دق عليها. حلات لي وقفات كتشوف فيه باستغراب، طلع وبطه كانت لابسه شورت قصير وتيشيرت. غدا الجلسه لقاك في المحكمه في الوقت، متأكد بغا يطلق؟ كل تأكيد. لا تحرك ليه راسه، واخا ان شاء الله. ربع يدي وبقى كيشوف فيها شحال، فتالي دار ومشى فحالو. قمر سدات الباب ومشات تخشات بلاصه دايره قرار في راسها وما غاديش تمشي تتنفضو. وجا نهار جديد فصل المحكمه كان سيف جالس، من جهه ثانيه كانت قمر. هاد الجلسه الاولى كتسمى جلسه الصلح، كيكون واحد متخصص ومعاه القاضي كيحاولوا يصالحوا الزوجين، وداك الشيء اللي كان القاضي والمتخصص كيديروا كيدويو كيشرحوا لهم على الزواج الاهميه ديالو وكينصحوهم باش يتراجعوا على قرارهم كون طلق هو ابغض الحلال عند الله، وبلي دوك المشاكل بين الزوجين غير وسوسه من الشيطان. فسالوا الهضره، جا الوقت اللي جلسوا فيه غير بوحدهم باش يتفاهموا ويحلوا مشاكلهم. وفعلا جلسوا بوحدهم مقابلين مع بعض. قمر كتفرك يديها من التوتر، في حين صيف مربع يديه كيشوف فيها، راه فيه ما يطلقها دغيا بحكم خدمته بلا كاع ما يوصلوا للمحاكم، ولكن بغا تلاقهم يتم كما ينص الدين ديالنا والقانون. قمر بعد صمت طويل شجعات ونطقات، سيف دلا حركة براسو بمعنى شنو؟ علاش مبغيتيش تعطيني فرصة ثانية؟ قال له برودة، متساليش ماشي سهل هاد الدرجة، انا بصح ما كانش عليا ندير داكشي اللي درت، ولكن كنت غافل على شحال من حاجة، كنت اصلا باقا صغيرة ودابا كبرتي. اه وعلاش غير قبل شهر كنتي كتمشي عريانة مخلية وكلشي كيشوف الحمل؟ راه قلت ليك كنت غافل على شحال من حاجة. سيف خلينا نرجعو كي كنا، انا راه عييت مبقيتش قادرة نشوفك كتصرف معايا بهاد الطريقة. سيف ويوقف، خسرنا الوقت، نوضي من الاحسن طرف ديال الصلح باش نساليو هاد المرض دغيا. مشاو خلاها وراه نهدات ولا تمشى تبعاتو، ورجعوا جلسوا فين كانوا جالسين في الاول. والقاضي سول قمر هي الاولى واش قابله تصالح مع راجلها، سكتات شويه عاد جاوبات باه. سيف غمض عينيه بعصبيه من يسمع جوابها. القاضي رجع سول سيف واللي جابو ديك الساعه بلا. وين تقل القاضي؟ بما ان جلسه الصلح فشلات فغادي نعقدوا واحده اخرى من الشهر، ورفعت الجلسه. معاه كمل القاضي كلامه، وقف سيف وشاف قمر خنزر فيها ومشى. اما هي بقات جالسه شحال عاد مشات. دخل هو للدار معصب، مشى لبيتو اللي كتبان ليه كيشير بها، واصلا ما حامل حتى شوفتها، ودابا زاد شهر من فوق العده ديالها. شويه كيسمع صوتها من وراه، سيف. دار سيف شاف فيها، مشى لجهه نيشان، غرس صباعو في عنقها لصق مع الحيط ونطق تحت سنانو. نضر راسك لرفتي تلاقى غير تراجع ليه؟ شلق عليها ولات حمراء والدمع في عينيها، بدات كتضرب ليه في يديه باش يطلقها. ملي شافها الزيره طلق منها تحت الارض كتنهش، كتحاول تستنشق اكبر كميه من الاكسجين تاع تهدنات، عاد وقفات تقابلات معاه. مال قلبك قزح لهاد الدرجه؟ واخا كل قاتله ليك والديك ما ديرش هاد الحاله، مازال كتخرجي في عينيك. ها واش حسك هربتي عليا 7 سنين باش تمشي تعري قدام العالم كتسولي مال قلبي قصح؟ ها انتي اللي قصحتيه بسبب قلبي قصح، واش دا من دراع؟ عمرني نسمح لك سمعتي، حيت عمرني نسى الشمسه اللي شمتيني انت يا قمر، انت قصتيني في شرفي بداك الشيء اللي درتي، عرفتي علاش؟ حيت انت الشرف ديالي. دفع ودار عطاه بالظهر كيمسح على وجهو كيحاول يهدي نفسه. اخيرا تفرقع على خوه اللي في قلبو هادشي كامل كان مخبيه وما كانش باغي يبينو. اما هي واقفه كتبكي، من النهار جات وهي كتحس بالحقره من معاملته ليها، تم الاكرام اللي عتقاتها ودخلاتها من الزنقه، تقى
قلبات عليها، زائد التعليقات ديال مستخدمي الانترنت اللي فين ما تدخل الانترنت كنلقى كميه كبيره من التعليقات السلبيه والكارهه ليها. اختي كامل عمرها شكات منه، عمرها خوات قلبها على شي حد وعاودت ليا على معاناتها مع الارق والارهاق، النعاس اللي مبقاش كتنعسو بسبب نفسيتها اللي وات مدمره حتى من الماكله مبقاش عندها الشهيه. خدات نفس طويل ومشات تقابلات معاه، وانا باش غادي نعرف هادشي كامل؟ شنو درمي الا تربيت تربيه مختلفه؟ شنو درمي الا حتى حد ما علمني الصح من الغلط؟ وانت علاش خليتيني نكمل في المعاد ملي رافض خدمتي؟ علاش نهار دويت معاك على الحلم ديالي خسرت عليا كلمه واحده ولي هي لا؟ علاش ما تقلش معايا وتشرح لي سبب الرفض ديالكم اللي انا مرا والمرا ما كيخصهاش تعرف بيا الحماق قدام الناس واللي كيخصني نصون وحافظ على شرفي اللي هو شرفك؟ سكتات شويه ورجعت كملات، انا سيف ندمت والله حتى ندمت كون رجع بيا الوقت اللور ما كنتش نهرب ونخليك. انا هاد سبع سنين كامل عمرني خلي شي راجل يقيسني، بقيت محافظه بالحب ديالي ليك على امل ملي نرجع نلقاك حسن سبقي كتبغيني، ولكن كيبان ليا انا بوحدي اللي بغيتك. انت غير كنتي كتكذب على راسك. سالات غدرتها اللي استنزفات منها كاع طاقتها وصحات دموعها وخرجت مخليها واقف مصدوم لهاد البركان اللي انفجر قدامه. بهدرتها خلاتو يحس بلي حتى هو مولدني في هادشي اللي وقع، حيت كيما قالت ليه ملي هو رافض تولي موديل علاش خلاها تكمل في المعهد؟ هي راه بالموافقه ديالو في انها تكمل فهمات غلط وقالت صافي هذا راه موافقه على خدمتي وما عندوش مشكل. وحتى نهار بغات تقول ليه بلي جاتها فرصه العمل برا قطع بالرفض وما خلاش تكمل هدرتها، وراد مشى لبيتو بلا ما يشرح لها سبب الرفض. ولكن رغم ذلك حتى حاجه ما غادي تعوض ديك سبع سنين اللي غبرات فيهم وعمرت مشي من بال وصورتها وهي كتعرض الجسد ديالها قدام الكل. ودا السيمانه والاوضاع هادي بحكم قمر وصيف قليل فاش كيشوفوا بعضهم وحتى فاش كيتلاقاو ما كيهضر حد مع حد. قمر كدوز نهارها كامل في بيت عاطيه باتساع الاكرام وما بقاش كتهضر من غير منى وحليمه اللي كيجيبوا عندها ويجلسوا معها بعض المرات. اما ثوريا ديما كتبغي تمشي عند ولدها لدارو تشوفو، ولكن ملي كتفكر البروده ديالو داك النهار كدير بالناقص واصلا بغات تعطيه الوقت الكافي باش يفكر ويستوعب بلي راه عنده عائله. فاخر اخيرا مشى ليه الشلل اللي كان فيه ولكن باقي بعض الكدمات في وجهه. اما سلمى ديما بصد عمها باش يمشيو عند سيف يعيشو معاه، خاصه وان سلمى حاليا قاسة على الدس كاع فلوسها مشاو واليوم العرس ديال لبنى خت سائر وطبعا الكل معروف حتى من الفخر وبدر بحكم الخدمه ديال سائر كتخليه يتعرف على كاع اللي في نفس المجال ديالو. اكرام ومنى حليمه مجموعين في بيت اكرام كيلبسوا وكيتقادوا كاملهم لبسوا قفاطن غير الالوان اللي كتختلف. اما قمر بوحدها في البيت كتوجد راسها غبسات بعد ما اصرت على سوريا تحضر وصيفطت لها قفطان من اختياره واللي كان في الازرق السماوي مرصع بالاحجار قفطان هماوي. لبسوا البنات تقادوا هبطوا لتحت هما وحده تنسيك في الاخرى. اكرام لابسه قفطان في الاحمر، منى في الباج، حليمه في الاسود مع شال على شعرها. هبطوا كيلقاو سيف جالس بكامل اناقصو لابس ديك الساعه هويا توكسيدو في الاسود كان كيتسنى فيهم من قبيله. غا شافهم مشى لعندهم وقف وبقى كيطلع يهبط فيهم وابتسامته على وجهه وهي تقول له منى جينا زوينات ياك حرك راسو. اه اكرام خشات يدها في الدراع ومشى وساكي وقفهم بصوت منى اويلي تسنو قمر عند رجلها يوصلوها. قالت له منى ولكن تحركي تعطلنا. نهدات منى بقله حيله وشدات في حليمه ومشاو. اما اكرام ما قدها فرحه ايوا يا قمر يلا سالات هزات الكادو والبوشيط وتما تهبط مع الدروج. انا واج جات تشوف لقات غير الريح مشاو خلاوها. نهدات بحزن وخرجت من الدار باش تشد الطاكسي ومع الليل الطاكسيات عامرين واللي داز من الناس كيبقى حال فيها فمو. اما سيف والبنات وصلوا القاعة اللي فيها الحفلة دخلوا مشاو سلموا على ثائر وعائلته من غير منى طبعا اللي ما دخلات مشات شدات الركنة باش ما يشوفهاش ثائر. سوريا وسلمى كانوا ديجا في الحفل حتى هما في كامل اناقصهم لابسين قفاطن زوينين. سوريا في الموف وسلمى في الغوز بارد. سوريا غا شاف سيف يمشي لعندو. سيف دار عنده شافها وابتسم سلام ويا تعنقو ولدي توحشتك. عنقها بيد وحدة وحيدة دغيا هي بعدات عليه وبقات كتشوف فيه حتى كتجي سلمى من وراها سلام. بقات سيف كيشوف فيها اه ما عرفتينيش انا اللي هبطتيني انت كلاصه ما عقلتيش عليا. عقل عليها وحرك لها راسو بها ايوا انا هي اختك
خرج في عينيه بصدمة ويشوف سوريا. ها ولدي هاد المسخوطة للأسف هي أختك سلمى، كانت مبسامة شوية ويتجمع. بلاتي كيفاش عاوتاني للأسف؟ اسكتي ودوزي سلمي على خوك. سلمى شافت في الصيف اللي كان غا حاضر ومشات قربات ليه مترددة، حاوطات يدها على خاطرو وعنقات، ولكن دغيا بعدات منو. شافت فيه لقاتو عاقد حواجبو كيشوف فيها شوية بسسم ليها. يا شافتو بسسمات بسسمات. إوا صافي السيدة تحمسات ومشات تخشات فيه. إوا فرعات ليه راسو بالهضرة وهو غا ساكت وكيسمع ليها، وسوريا مقابلة وفرحانة. أما إكرام غا كتخنزر في سلمى، هي اللي بقات لها تجي تشاركة في الصيف. مشاو جلسو في الطبالي المخصصة ليهم. طبلات سوريا وسلمى كانت حدا سيف البنات. سوريا هزات التالي كتعيط القمر اللي تعطلت، ولكن التليفون ديالها طافي. تخلعات عليها قررت تمشي تسولهم. ناضت من الكرسي وهي تمشي لعندهم، شافت منى. بنتي نسولك على قمر تعطلت بزاف وانا وهي تشوف صيف. ورجعت شافت سوريا. اه خالتي حنا سبقناها معاك، كانت معطله غير شويه وتجي. حركت لها راسها بوخا. يلا بغات تمشي وهي تبان لهم داخله بداك القطار اللي جاها غزال هزه كادو كتسمعي مع انغام الموسيقى. عاد هي تنطق سوريا. اه هي جات. صيف هز راسو شافها وهي بالعريق. شحال جات زوينه وسهل بنتي، قحاضيها كيفاش كتسلم وتضحك مع الناس. شويه غبرات ملي مشات للغرفه اللي كتوجد فيها العروسه، سلمت عليها وعطاتها الكادو، وعاد خرجت دورات عينها على الناس وما يبانوا ليها ما داتهاش فيهم. مشات نيشه لعند سوريا وسلمى اللي غا شافتهم فرحات. اللهم سلمى وندير معاها ولا سيف واكرم اللي كيحسوها باللي غريب عليهم. قمر يا سعنق سوريا توحشتك بزاف. زعنا بنتي غبرتي علينا. يا تقول لها سلمى ايوا عاونا عليك بكري تقدينا الغرض ديال مسمومه. يا تجلس قمر ما قديت الغرض حتى ليا بقى غالي. يا تميق فيها ما في يدكش. بقات مناقره مع سلمى غافلة على عيون سيف اللي كان غام قبلها، لدرجة البنات ردوا ليه البال. إكرام عصبها وحركاته من كتفه. عدوى على راسو أخيرا. مالك شكاين؟ راه انت اللي مالك ويتناد والو. قالت له مونا اه والو وهنينتي. اعترف باللي عجبها. قبل ما تكملها كان سيف خشاله حلوه في فمها ملي حطوتيه في الطبلة سكتها بيها. بدات كتاكل وتهضر. واخا حسب ليك معقش بيك كلاق الشعبي. نادو البنات كيشطحو. سلمى ما لقات معاه من تشطح وهي تجر مع قمر. يوم مشاو الوسط بقاو كيشطحو. المشكله كيشطحو كيتناقلو. انتي ما كتعرفيش تطحي لا انا احسن منك. وسيف جالس على اعصابو كيشوف قمر كتشطح وكتعرف تشطح حتى كيفيقو من ساوتو. صوت يونس في ساي. سيف ويشوف فيه جيتي جالس حداه وي كان سدي الخدمه. دور عينيه جيت البنات وهي تبان لي سلمى كتشطح بتاسم بقمراقبها. قمر سات راس عاطية للشطح والكاميرا مركزة عليها كتبان على كاع الشاشات اللي في القاعه. شويه كتحس براسها تجرات. هزت راسها حتى كتشوف لقات سيف اللي شده من يده مخرجة للجرده وهي كتنطر منه. شنو كدير طلع؟ جمعي راسك شويه. طلعت راسها الفوق وزفرات بغضب. اصلا هي معصبه منه حيت مشاو خلاها ودابا كيقول لها جمعي راسك. ما حسات براسها عطاتو بكفي يدها للجبهه ترجع راسو اللور. شافها مصدوم جبهته ولات حمراء. قمر شافت القضيه ماشي سهل ليه. هزت قفطانه بغات تهرب حتى كيجرى لعندو ويحط يدي على حنكه كيتحسس فيه بحنان. اليد الثانيه حاوط بها خصرها قرب عليه سبقاتها كترمش في عينيها. شافت فيه لقاتو ساهي فيها. قرب منها بواحد الطريقه اللي شوكاتها ما فهمه فيه والو. ابعد منها وهي تشوف فيه. علاش سيف بقى كيشوفها ما لقى باش يجاوب. جلتي قبيله ربعت يدها وهي تشوف فيه باستغراب. هذا عرس وكل شيء كيشطح ولكن علاش انت بستيني هكا؟ سيف ديك الساعه وينطق سبتي شويه واخا. قمر بلعت طريقه وبقات ساهيه كتشوف فيه. شاف السيده ما كايناش هنا ازيد دي ويضرب النيفه بشويه وهي تشوف فيه. ها شنو ملي ندخلوا شدي الارض. واخا سكتات شويه ورجعت دوات ولكن بغيت نشطح. بغيتي تشطحي؟ اه واخا يلا شطحينا. يا تميق فيه اي والله يمسخك. شدها من يده ودخل معاها الدار الطبله اللي كان جالس فيها ويجلس حداه. قمر كتشوف البنات كيشطحوا شدوها الهواش وهي تشوف سيف لقاتو كيدوي مع يونس. اش دارت؟ وقفات كتسلت ومشات لعندهم. دخلت الوسط مخبيه وحماتها ثاني للشطح. والبنات داروا على دائره وخلاوها كتشطح وسطهم. سيف كيسمع صداع جاي يدور يشوف قمر لقى غير الريح. شاف جهه السطح كيلقى السيده كتشطح والبنات كيصفقوا عليها. تعصب هالسوارد ديال الطوموبيل ومشى لعندها نيشان شدها ويشوف البنات. ما تعطلوش
منى ابتسمت وغمزاتو كون هاني اكرم يلا بغات تدوي لقاتو جر القمر ومشى وزيرت على قبضة يده ومشات جلست مع الصبا صيف دا قمر الطوموبيل وهي كتنصر باغا ترجع فكان خليني نرجعها فاك ما داهاش فيها حل الباب ودخلها بزاز منها ومشى لبلاصتو وديمارا موقفتها وصلوا للدار غدخلوا دار اللي عنده قمر وعلاش هادشي كامل دويت معاك باش شدي الارض ما كتسمعيش متسمع لكي غادي نطلقو وهي خنزر فيها راك باقا محسوبه عليا تنطلقو ودير اللي بغيتي ضرب فيها ومشى خلاها كتشوف فيه حركات راسها بوخا مشات لبيتها حيدت داك القفطان ولبسات كسيبه قصيره في الاسود اللي عارفه على اللون المفضل ديال سيف وخرجت كتسلت مشات لبيتو ما لقاتوش مشات للمكتب بلات الضو شعل عرفاتو كاين تما رجعت لبيتو على وجهها ابتسامه شيطانيه دخلات مشات كتقلب على الساروت باش تسد عليه في المكتب بحال قال لها راسها اجي نتاقمي منه حيت رجعتها من العرس وهي كانت ناشطه مشات كتقلب في المجهره ما لقات والو وقفات كتصوت شويه كتلمح الميلوط محطوطة على الخشبه ديال الناموسيه قربات ليه فضول وشدات الجهه اللي محلوله بقات كتنبش فيها تسدات على يديها والجهه الثانيه مشدت مع الناموسيه خرجوا عينها بالصدمه بقات كتحاول غير تجبد يدها من الميلوط ساعه والو وجلست مني حسات براسها سخفات شويه كتشوفو داخل مع الباب غا شافها ما دارت حتى شي ردات فعل حدو صد الباب مشى دخل الدوش بخليها تما معلقه يديها تاسال على خاطرو عاد خرج مدور عليه الفوطه شافها ويقرب لعندها وربع يديه كيشوفها شحال ويا كترمش بعينيها وكتحاول تخرج غير يديها من الميلوط مشى لبس عليه ديك الساعه شورت هو الاول عاد رجع لعندها بلا ما يدوي ديك الساعه وين كيشوف فيها يا تقول له قمر اش كدير علاش كتقلبي والو غير بطي يدي بالغلط يا مزيان جابك الله كيفاش جابني الله بدا كيطلع فيها هبط كيشوف فيها حرك راسه بواخا ومشى للدريسينغ جبد شي حاجه ورجع عندها غا شاف داكشي اللي في يديه ويخرج عينها بصدمه سيف بدا كيقرب لها وكيلوي على يديه الصمته بدا كيعطيها بديك الصمته الفخا حتى كتقفز الحمل اللي تعري قدام كلشي خصو لحسا اويلي سيف واش باقي ما كملتها حتى زاده وحده اخرى الفخا الثاني سيف واش هبلتي زادت الثالثه وهي كترط ولات كدار وتنزل باقي تعري لحمك صافي والله ما نعري هو الا حسن طور رجع شاف فيها دابا شنو والو والو غير فكري يمشي لبيتي يلا هبط باغي يقرب لها يحل هذاك داك المينون حتى كتهكا كتجر كتنتفو باليد اللي ما مربوطه شويه بدا كيغوت وطلقي لا حتى تفك لي يدي وطلقي باش نفك لك يديك بصح قال لها طلقات منو حاضيه اش غادي يدير يلا بغى يشد لها اليد الثانيه وهي تهربه كيبغى يشدها وكتزيد تهربه كل ام دابزين بحال داك القط والفار في الاخير وين تخطيف راني غنرجعك ليا قمر ولكن ما تسنيش مني رجع داك سيف اللي كنتي كتعرفي قلبي باقي مقصح من جهتك عاونيني ننسى ورجعتي اختفيك ويا ويلك يا قمر ونحصل عليك ولو غير حاجه بسيطه عمرك تحلمي ترجعي لي هادشي الا ما قتلتكش بيدي غادي رجع ثقتك فيا نرجع للحفلة بعد ما مشى سيف غامر اكرم ما حملاش بلان تعصبات ومشات جلست حدا يونس هذا الاخير اللي كان حاضر غير سلمى وكيضحك على الشطح ديالها كيمسحيني من الدموع يا تشوف اكرم ما كضحك والو والو رجعت شافت قبالته وهي تلمحو داخل من باب القاعه بكامل اناقته كيبان وسيم بزاف داك الكوستيوم في الرمادي ضحكات بسخريه وهزات العصير كتشرب منه اما هو اللي كان عاد وصل وجا غاب بوحدو حيت بدر ملي عرف سلمى غادي تكون اعتذر من الثائر ما باغيش يشوفها سوريا شافتو مشات لعندو عنقاتو شدها من دراعو وحيده من عليه نهدات بحزن من هاد المعامله البارده ديال ولدها في التالي ونطقات ولدي لاباس عليك كي بقيتي بالي بقى مشغول معاه مشغول معاك هو يضحك بالسيزا مالك بقى مشغول قلتي اييه خنزر فيها ودفع من حدا خلاها كتشوف تعيات مشات جلسات وتم غادي عند ثائر اللي كان مصغر عينيه في منى كيحقق فيها كيقول مع راسو واش هي ولا ماشي هي جاتهم بدله مع لابسه ومقاده فيقوم لسهوتو صوت فخر اللي بارك ليه وقف حدا كيدوي شويه بانت لي منى غادا جهه الجرده اعتذر من الفخر مشات بها سلمى شطحت تعيات مشات باغا تجلس كيبان لها واقف عينيها دمعو ملي شافتو مشات عندو ديك الساعات لحس عليه معنقه خويا توحشتك بزاف فخر غمض عيني ملي عنقاته حتى هو توحشها ولكن مقلق منها بزاف هربت بلا ما تقول ليه والو زيدها غدا كتعرض ديك دو بياس مخليه الحما كله كيبان قدام العالم
كان عارف بلي الحلم ديالها تولي موديل، واخا ما كانش عاجبو الحال، ولكن كان عند بالو غادي تكون عارضه ملابس عاديه ماشي داخليه. واخا عمرو شاف فيديوهات وتصاورها وما كيبغيش، ولكن اكيد خبرها بصلاتو ويحيد الداري. سيري بعدي مني. رجعت عنقاتو، عفاك اخويا اسمح لي ما نقدرش نشوفك مقلق مني. واش ما فكرتيش فيه قبل تهربي؟ انت كتعوج علي. صافي وصافي مابقيتش نعاود، والله والله نهاد الصباع وضربه لجبهتها. شتك شي مشيتي درتي تما ودرتي لا بحساب باك لا بحسابي انا؟ اسمح لي يا خويا، ولكن ما نلومكش. ويشوف امو هي السبب في كل شيء، هي السبب في المرض ديالي وهي السبب كي تهربتي. صافي مابقيتش نعاود. ويخنزر فيها، لا عاودي باش هاد المره نهرس لك رجليك. سلمى وهي تبسات، صافي سمحتي ليا. نهادو عندنا قبيض وحده عند مولا اللي خرجات يضربها شويه البرد مع تحمسات في الشطيح لغي عرقات شويه. كتحس بشي حد وراها، دار الدغيا مع ولاد جمعوا بلاص حتى كيبان لها واقف ديك الطوله والتجريده بلعه طريقه. وهي تبتسم ليه كدوي بلونجلي زعما راه امريكانيه. هاي شكون انت؟ ويز فيها جبانه بنيتك. انا صاحبه لبنى وسميتي كلارا، جيت من امريكا خصوصا جيت لعرسها. ويقولها سائر بالدارجه، دابا انت امريكيه. ويه سائر دار في هذيك الشوفه ديال حصلتك. منى غا شافت القضيه حامضه بغات تمشي من حدا ويوقف قدامها. سائر اش داكشي درتي درتي داك النهار؟ اه وراه حتى بديتي. اش درت؟ قلتي عليا هبيله، دابا عاد عاد الزين كامل هبيل. وانا ما قلت غير الصراحه. بقات شحال كتشوفي وتضحك بالاستهزاء وقربات لي. توحشتي دقتي ياك؟ جربي هي الاولى. هزات يدها باغا تجمع معاتها كيشد لها يدها عوجها ودورات عطاتو بالظهر. راه كنضحك معاك، مالك معقد مالك؟ طلق منها ابتسمت بالشر وهي الدور اللي عنده هز قفطان مع الدورة. عطاتوني شلبي الفخادو تخرج عيني من حرب الضربة. وهي تقول يلا شد. بقاها ساكت كيسفر مغمض عينيه. حل عيني كبان لي غادا شد دورة اللي عنده وهزها على كتفو وهي كتغوت ويلي هبطني. بقات كتمطر ليه تما وغادي بيها الجهة التانية ديال الجردة. كشر ملامحهم اللي عضات في ظهره زيدي طالع ديك الساعه تقفزات مشى جهه لابيسين تلحو هو حيت عارفه غادي تلصق ليه وما يقدرش يلوح وحده. غرق لداخل وغا كيطلع الفوق وتبغي تنفس كيرجع يدخل داخل تسخفها حتى ولات كدعي فيه الله يعطيك مصيبه. ويديك سابقينك بزاف خاص لي ربك، ولا ما لقيتيش لي ربك انا نتكلم بهاد المهمه. بزاف عليك بابا رباني احسن تربيه. تاير سكت وبقى حداها كيفاش كتهضر وترعد من البرد. مد يدين جهه وجهها مسحلها تحت عينيها من الكحول اللي كان سائح. توترات وبعدات من حداها مشات طالعه. بقى حداها دخلات نهاد مشات دخل من اللور عيط على اللي يجيبوا لي حوايج جداد ومشى لواحد البيت ينشف راسو. إكرام جالسه بكل هدوء لداخل ديالها بركان قادر ينفجر في اي لحظه. شويه كتبان لها منى داخله كلها فازقه كترعد. يلا غادي نمشيو. تقول لها حليمه اويلي مالك؟ والو غير زلقت في لابيسين. ويقول يور صبروا مشي نجيب الطوموبيل لحدا القاع حيت بلاصه بعيده. سربي سربي يرحم الوالدي راه كنترعد. مشى يونس يجيب الطوموبيل في حين اكرام وقفت هزات البوشيط ديالها. انا مشيت للطواليت قالت لها منى سربي ما تعطليش. مشات اكرام للطواليت دخلات ومشات جهه المرايات قادت شعرها والميكاب ديالها عاد خرجات. ومع الخرجه كيبان ليها فخر واقف متكي على الحيط مربع يديه. طلعات وهبطاتو بالشميزاز وتمات غاداتها كيوقف بصوتو حسابي معاك ما سالاش. وقفات ويا الضل عنده حسابي معاك باقي ما بداش يسالي اصلا رغم ان سيف قدار غرض وخسر ليك لافيشور ديال وجهك، ولكن دقتي كنبغي نرجع بيدي. فخر تقاد في الوقفه يقرب لها. كنتسنى بفارغ الصبر. مزيان غير تسنى حيت كون اكيد غنسافتك لفين خصك تكون. ويا تهبطو طلعاتو بلاستك في الحبسه الشفار. خنزر فيها فاخر وشدها من الكول ديال القفطان طلع على عندو تاولا وجهو قريب من ديالو. تقي شريرك ما كتعرفينيش. بدات اكرام كتشوف فيه بكره. ما عندي ما عرف واحد بحالك كيعرف الرجال. بتسم بسخريه ودفع من قدامه وتطاح في الارض. ليام بيناتنا ضرب فيها وزاد. اما هي وقفت ديك الساعه سالت حوايجها هزات البوشيطه ديالها ورجعت لعندهم كان شيئا لم يكن. يونس كان خارج من القاعده كتبان ليه واقفه كتدوي في التالي بساسم. قرب لها طير لها التالي من يديها كيتمازح معاها. قفزات ودارت لعندو غير شافتو هي تعصب. ويبتسم يونس اهلا الزين. سلمى زفرات بغضب وهزات يدها مربقتها معاه. داك الضحك الباسل ما ديروش معايا. زير على فك وشاف عيني حمرين. عاوتاني اش بيني وبينك تضحك معايا خويا؟ فين كنعرف انا الاشكال بحالك؟
يونس بقى كيشوف فيها في التالي لحلا التالي، ضرب فيها وزاد مع الطريق حيت الا بقى يقدر يخسر لها وجهها. سالات الحفلة اللي كانت طويلة وكل واحد رجع في حاله. أصبحنا وأصبح الملك لله. فاقت قمر كتكشر ملامحها من أشعة الشمس اللي دخلت البيت، كتكسر شحال عاد ناضت شافت جنبها ما لقاتوش. ديك الساعات نهدات وقفات مشات للدوش، عاد مشات للبيت لبسات كسوة خفيفة وهبطات لتحت، لقاتهم كاملين فايقين وجالسين في الجردة. يتمشي عندهم قمر، صباح الخير مولا شافت فيها وضحكات، صباح النور يتشوف فيها قمر وغمزات منى. قمر ابتسمت لها ويتشوف سيف اللي كان كيشرب القهوة وهز التالي ديالو كيخربق فيه، ما شافش جهته نهائيا. كي داز العرس مازال قالت لها حليمة الله يعطيهم الصحة كل شي كان زوين كون غير بقيتي. وهي تنهد ما كرهتش اكرامها جالسة وكتخنزر فيها، حسس بلي شي حاجه وقعت بين سيف وقمر، وخاصه ملي كتشوفها ماشي هذيك وكتحاول تكذب احساسها. فطروا غير البنات اللي كانوا كيدويو، اما سيف ساكت ما مسوقش لهم، تسال القهوه ديالو تفضلي وداروا جيبو. عاد شاف اكرام عندك الميعاد اليوم، قالت له اكرام اه وخا صبري تنوصلك. يا تقول القمر سيف بغيت تمشي عند خالتي توريه. سيف نطق بلا ما يشوف فيها، لا وعلاش بغيت تمشي عندها؟ خنزر فيها وقف تبعيني. مشاو خلاها كتشوف، نهدات وسبعات ودخلت لقات واقف كيتسنى فيها. وهي تقول له قمر مالك اجي يتقرب لي. نعم ملي ندوي معاك متبقيش تردي معايا في الهضره، ولكن انا بغيت. قمر سمعي الهضره وقلتي تمشي في دارك. قمر يطرب يديها اويلي واش شخالتي توري ما مشيش عندها، بغيت عيط لها نجي لعندك. وعلاش هادشي كامل؟ وشوفي انتي قمر يتنهد عرفتك ما كتثقش فيا، ولكن راه الثقه هي كل شيء. شي اللي ضيعتي الثقه اللي كنت داير فيك، وحتى كنخليك ترجع تثق فيا ماشي بالهضره. عرفتي شنو ما بقيت بغيت نمشي لفين؟ انا دابا غادي للخدمه بلا ما يقول لك راسك تخرجي لشي، قلت حيت ما تحلميش ترجعي للدار ديك الساعه. حركات لي راسها بقى جرى لعندو باسه في حنكات خطاها مشى هبط لتحت كيلقى اكرام كتسنى فيه. خرج بها وهي راكبه في الطوموبيل تراه كامل وهي غير كتشوف فيه، باغا تسولو وخايفه منو. تا قال لها سيف قولي شنو عندك. بنتي ليا باغا تقولي شي حاجه. بغيت غير نسولك على قمر. رجعت عليا اكرام جمدات من الصدمه، بقات غير ساكته مخرج عينيها. سيف شاف فيها وقف في الطوموبيل تقابل معاه ويشد لها يديها. مالك بدات كتحرك راسها بالله. لا 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 انت راه ما يمكنش ليك ترجع عليك، لا غادي تعاود تاليك. تخافيش ما غادي يوقع والو غتنى. لا لا هي رجعت باش تمرض ديك ثاني، انا كنكرهها. واحد دي على حنكه اكرام تي بنتي اختي وهي مراتي، ما بغيتش تضيع بيناتكم. واخا واخا ابتسم لها سيف ورجع ديمارة. اما هي زيرات على يدها بعصافيه كتحلف عليها. سيف الدين جالس في المكسب شويه كيتفرع على الباب وكتدخل منه كي العجاجه، مشات بالجره تلحس عليه كتبكي ومبلوكي بلاصتو ما فهم والو. خويا وعتقنا، ويقول لها سيف اش كاين؟ انا وماما بقى عندنا في نهيشو. سيف ما فهم فيها والو. كيفاش؟ يتقول له سلمى شات بعدات وجلست مقابله معاه، ولد الدار جرى علينا وما عندنا في نهيشو دابا، حتى من بابا مطلق ماما ما نقدروش نعيشو عنده. وعلاش مول الدار جرى عليكم؟ حيت ماما ما عندهاش باش تخلصو، قالت لي صبر عليا وما بغاش. سيف بقى ساكت كيفكر. تفكرت هو النهار جرى عليه مول الدار، وهي تقول له سلمى خويا واش قدرت تشوف خصكم ما كيتلاو حف الزنقة؟ سيف ويتنهد كيما قلت لك قبل داري محلولة في وجهكم، بغيتو تجيو ما تعيشو معايا انا وعائلتي مرحبا بكم. سلمى فرحات وقفات مشات عند قاتو. شكرا بزاف والله ونعم الاخ. وهي تشوف فيه انا نمشي نعلم ماما اوكي. حرك لها راسو بقى بس وفحنكم مشات خلاتو مصدوم لهاد الاخت اللي عندو. نهاد ورجع كيكمل خدمتو. سلمى خرجت من تما ابتسمت بناصر ومسحات دوك الدميعات ديال التماسيح وهي تضحك. ملي ديك التصفريطه ما قدرتش تقضي ليا البله البلا اي والله ما نقضي راسي. غادا خارجه كيبان لها داخل، قفات عرفات وغادي وين دوي معاها الساعه حدو شافها شي وحده وتخطاها. صدمها هضرت لعندو شداتو من يدي. ايه واش درتي بحال ما كتعرفنيش؟ يونس وين تصر لها يديها فين كنعرفني الاشكال بحال. هي تنهد قول هكذاك بغيتي ترجع ليا الصرف. هي تضرب الكتفه بشويه ايوا راه انت اللي حسبتيني البارح. ويشد لها يدي عوجه يديك ما تحطش عليا. ايوا صافي غير طلق طلق من داخل خنزر فيها ومشى. اما هي بقات كتسمع صيف يدها وكتشوف فيه حتى غبر. هي تخرج من تما فايزه
كانت كتمشي دايره الصاك على كتافها كتحس براسها تجرات. شنو بغيتي ثاني؟ فين وصلتي داكشي؟ جاوبات فايزة، راني خدامه عليه. صربي خلاص راه بنتي ليا تعطلتي، واش عند راسك داكشي ساهل؟ خاصو الوقت سوقيش. المهم الخطة بغيتك تنفذيها على أتم وجه وبلا حتى خطأ. فايزة ويا تشوف فيه بشمئزاز. تعرفش انت راني زعما خاطي بزك. واش شريفة، لا شكون كان تبعني بأجي خطبني حتى جيت بزز مني خطبتك؟ ندمت سيدي كس حمارة، بقى كيشوف بقى شحال شوية شدة من الفاك ديالها مزير عليها. ياك ما طحتي فيه ها؟ تلق مني شمحتها، وبعدها الراجل اللي كيعفد الرجال جمع لها وجهها متصرفيقاتها دار الجهة الثانية. كتقارني بيا مسخة، سيتي راسك فاش كنتي تابعني كل كلبة من قلت الخنت ويدفع حيدي من قدامي. خنزلت في فايزة ستساكا ومشات. وصلت العشية ودخل سيف للدار، هو منى بنت لي حليمة وإكرام جالسين في الصالون. سلم عليهم وطلع لبيتو، دور عيني على البيت ما بانش ليه. مشى البيت دق عليه، بقى شحال واقف كيتسنى فيها تحل. يلا بدي يديه باش يحل الباب، ويا تحلو قمر شافته ابتسمات. اش كنتي كديري؟ والو يا تعندقو، توحشتك، جمعي حوايجك واجي البيت عندي. قمر فرحات وجاوباتو واخا. دخلت بالجيره كتجمع حوايجها في حين ومشى لبيتو دوش سالا ودخل الدريسين كيلبس عليه. خرجت كتبان لي داخله كتجرف الباليزه. هاني جيت. سيف حرك لها راسو ومشى فوق فوطه يجلس وهز البيسي خدام فيه. هي استفات حوايجها وقصات كتشوف فيه كتسنى فيه. سالي سيد ما مساليش، خدام ومركز مع خدمته. قمر حسات بالملل، اش غادي يقول لها راسها دير؟ غادي تنوض لعندو تسدي البيسي وتجلس. وغاشا في داكشي اللي دارت غمض عيني معصب. حيدي وحيدي تا كيدفع في هاديك ساعة قفزات وشافت فيه مصدومة. صافي ساعه راسو ملي سدات ليه البيسي هو كان خدام على شي حاجه مهمه ضروريه. دفع وقف مع الصب كيغوت. اخر مره سقط عيني وانا خدام. انا غير سنتي فمك. مشى خرج من البيت ودخل الباب بالشاد. قاس كاسه مقلقه ما حملاتش الطريقه اللي تعامل بها معها. وصل الوقت العشاء، تجمعوا كاملين كيتعشاو من غير سيف اللي غير خبر لي الاثار. قمر واخا مقلقه منه دخلات عليه، تندت ليها الشهيه بمره. مشات البيتة بقات غادا جاية كتسنى في يجي. وصلت العشرة دلين والو، الحداش والو. قصات كتحرك في رجلها بعصبية وكاع السيناريوهات الخايبة طاحو ببالها. شوية سمعت الباب تحل، هزات عينيها دغيا بلا داخل غا شافتو عاد نهدات براحة. وقفات مشات تخشات بلاصتها، تا هو ما داش فيها حد صوارت فوق الكوافوز. ومش عاود دوش حيت كان في العصا اللي كيبرد الاعصاب اللي ركبت فيه. والخدمة اللي خدم عليها ساعات، جات هي في ثانية ضربت ليه كلشي في الزيرو. ما علينا، دوش ولبس حوايجو ومشات تسكا. غاشا الليزر جيتو ويا تجرب الجهد لعندها، رجع جرو ويا تجرو لعندها. تا عيني تفر بغضب وناسها لا كرشو خشا وجو تحت المخدة. ضرب النقص كاع من شيزار. ملي شافتو مبقاش كيتحرك دارت لعندو كيلقاتو ناس. تعصبات كانت باغيها زعما يحزقها، ساعة ما عبرهاش. فتالي نعسات من بعد ما تفقسات من المزيان. أصبح الحال وحيت اليوم الحد بقى سيف ناعس. أما قمر فاخس بكري دوشات لبسات حوايجها مشات الحدابة لناس فوضو. قال السر الناس ديالو ثقيل تيفيق وترجع تقلق عليه. جلسات بشوية كتقيس ليه فوجهو. المهم شويه وقفات مشات هبطت لتحت غا حس بها خرجات. حل عني عيني وحرك راسو يمين وشمال. الهبيله كيحسب لها باقي نعاسو ثقيل، ما فراساش بلي ديك عامين ديال التدريب اللي دوز خلات نعاسو كيولي خفيف. هبطت لتحت ويا هبطه كتسمع الهضره كثيره. وصلات بنت لها سلمى وتوريه وهي ترسم على وجهها ابتسامه عريضه. وشاد ديك ساعه تحت على توريه. جيتي جيت بنتي على حسب ما قالت لي هاد المسخوطة سيب بغانا نجيو نسكنو معاه. وهي تشوف سلمى وصغرات عينيها، ولكن على شي احساسي كيقول لي بلي كدبات عليا. قالت لها سلمى وماما الله يهديك واش هادشي فيه الكذوب؟ سيف هبط من الدروج غا شافو وسكتو. مشى حدا موقف صباح الخير. قالت له توريا صباح الخير يا ولدي. هيا هاي خويا. مشات عنقاتو ودوات بشوية. هانت ما تقولش لها راه انا اللي جيت دويت معاك حيت كتوصياني يعني ما يقولها لحد. بعدا تمنو يا تشوف فيه. سيف حرك لها راسو بواخا تقول له توريا ولدي الا كنا غادي نبرسطو كان خلينا نرجعو. هز سيف الباريزات ويشوف فيها بيوتكم واجدين.
قالت له سلمى يا هي اخيرا ولي عندي بيتي بوحدي. مشى صايب بلا ما يعبر قمر. اما اكرام بقى ما بقى في ليها والو، تنتف شعره من الفقصه. بقات لها سلمى وسوريا تا هما يجيو. مشات سوريا وسلمى لبيوتهم، صطفى حوايجهم وقادو مسائلهم عاد هبطو يفطرو. كانوا كاملين مجموعين على الطبله وسيف مترأسها وناوية تشوف سلمى وقمر. البنات انا وحليمه واكرام غادي للبحر تمشيو معانا؟ قالت لها سلمى اكيد. هي تقول قمر اه بغيت نمشي. هي تقول لهم منى ايوا نوضوا وجد راسكم. سلمى طارت دغيا من حداهم. اما قمر يلا بغات تمشي ويوقف صوت سيف. جلسي يا تشوف فيه شنو ما عندك فين تمشي؟ هي كملات كاملات غاديه علاش انا لا؟ ويخنزر فيها دويت معك. دمعو عينها ولا تبنتم مع السما. مولا وتوريا ما قدروش يدوا معاها، داكشي بالراجل ومراتو. اما اكرام ما عرفت واش تفرح حيت قمعها ولا تقلق حيت غادي يبقى وحدهم. توجدوا البنات لبسوا تقادوا خرجوا كاملين معهم حتى توريا. اما قمر دايره كنازه في البيت شبعات بكا كتحمق على البحر وصيف ما خلاش تمشي ليه. دخل القاع كتبكي اش واقع علاش البكا كامل؟ شفتي ورجعت غتسطع صغر المخده بعيد مني. بغيتي تمشي للبحر باش تعري تاني لحمك؟ بغيت تغوت وبعيد مني. بقى كيشوف كيف التالي مشى خرج فحالو. دازو ساعات ورجع سيف للدار. مشى لبيتو ما لقاهاش. كشر على بيحو كيحسب لي واش تبعاتو. مشى معصب البيت ما حلو مع خرجو عينيه من الصدمه. غا شافتو مع الخلعه تحت القرعه على الارض وتهرسات. بقى جامد بلاصتو ما قدرش يطيق داكشي اللي شاف قدام عينيه. دير يديه على خصرو وصبعو بين عينيه كيحاول ما امكن يتحكم في راسو حيت الحاجه الوحيده اللي كيفكر فيها في هاد اللحظه يمشي يهز داك الزاج القرعه اللي طاحت هرسات ويذبح امها من الودن للودن. قام رجلها كيترعد من الخلعه بقى لها والو وتلقى في سروالها. ندمت على النهار اللي فكرات فيه تشرب من الاعصل. السيف مع ذكرات سميتو مع حل عينيه ومشى لها نيشان جمالها وجهها بتصرفقه دار. صدها الثانيه الثالثة بغات تدوي ويزيد الرابعة تخرج لها الدم من نيفها وشدات وجهها بطات الأرض كتبكي. اللي بنت لي كيشير بها تخلعات بزاف دارت يدها على ودني وحماتها بكا. البلاط وتوريا كانوا يلا وصلوا غاسمعوا داك الصداع وصوت التهلاس. مشاو بالجري لعندهم كيلقاو باقي كيشير باللي جات قدامه وقمر في الأرض كتبكي. منى وإكرام مشاو لعندو شدوها اللي عند قاسم خسرو اللي من ظهرو. اما حليمه مشات تجيب ليه الدواء في حين توريا مشات عند قمر وسلمى بقات واقفه مصدومه وكيغوت تلقوا مني. والبنات باقي معنقون ومعنقين وكيغوت غير بديك تلقوا مني. اكرام بدات كتبكي مخلوعه عليه سيف عافاك سيف عافاك تهدن. ويا تقول لهم سيف الله يهديك اش واقع؟ شاف قمر اللي كانت كتبكي يلا بغى يلوح عليها واحد الفاز كان هازو يا توقف عليه سلمى. حيدي انت بقدامي سلمى ولي تحيد ليه الفاز لقيتيها كتشرب ياك؟ إكرام ومنى تصدمو دفعها سيف وتم غادي عند قمر اللي غا شافتو جاي جهدت البكا تخشات في سوريا. منى وسلمى شدو اما إكرام بقات كتشوف بحقت في قمر زاد تكرهات هي ثاني سبب بغات تمرضو غادي تمشي تقتلو بالاعصاب. جات حليمة كتجري هزات الدوا ديالو مداتو ليه شد الكاس والدوا لحم على الارض كيغوت قال لهم كلشي يخرج. سوريا وقفات قمر وخرجات بها بغا ثاني تبعها ساعه وقفوا لي قدامو بصح على وجه بعصبيه شاف فيهم عيني حمرين. ما غاديش تخرجوا ياك؟ منى جرات حليمه واكرام وخرجوا. سلمى يلا قالت لهم سلمى غسيروا. ربعت يداو تشوف سيف اللي كان كيتهز ويتحط من كثره الاعصاب كينهج بصوت مرتفع سيري في حالك انت. قالت له سلمى لا بغيت ندوي معاك. سيري في حالك. قبل ما تلوما عرف بعدا السبب ديال الادمان ديالها بالشراب. وعرفتي شكون السبب؟ نسى سيف ويشوف فيها اش كتخربقي. قمر اول مره شربات فيها هي فاش كانت كتصيفط لك الرسائل وما كتجاوبهاش كانت مخلوعه عليك بزاف انت وديك اكرام. كانت ما كتنعش بالليل ما كثرت الخوف عليكم وحتى باش تعرف اخباركم ما لقاتش كيفاش دير. كانت كتوحشك بزاف وباش تقدر تنسى وما تبقاش تفكر بزاف بدات كتشرب حتى باش كتغيب ما يبقاوش يجيو الافكار الخايبه عليكم. سيبقى غا واقف كيسمع ليها. انا وياها بصح ما كنتفاهموش ولكن قمر قلبها بيض ودغيا كتنسى كتسامح لي عداوها. انا نيت ماشي مره ماشي جوج اديتها ولكن دغيا كانت كتنسى. سكتات شويه ورجعت هضرات. سيف انت خصك تعاونها بلاص ما تعصب عليها حيت فاش كتعصب عليها عاد كتوتر وكتزيد الرغبه ديالها في الشراب. خلاها تا سرات هضرتها ويشوف فيها
انتي باش عرفتي هادشي كامل؟ سلمى وهي تشوف قدامها حيت كنت معاه على حساب الخدمه محتا تاع على موديل. سلمى شافته ما جاوبهاش، شافت فيها لقاتو كيخنزر في هاد الفترة اش دارت. زعما بغيت نقول كنت معاها تما حيت انا هي المناجر ديالها. شافته جاي لعندها مخنزر ويضربها بجريه، خرجات من البيت ندمات كاع علاش دوات معاه. اما هو بقى واقف كيشوف في الباب. اوي اللي تاختو صدقات موديل، تفكر هضرتها وباللي بسببه ولات مدمنه. شاف البيت والحاله اللي دار فيها، غمض عينيه كيتناد ومشى هو الاول شرب الدواء ديالو باش يتهدن عاد يتصرف. لأما البنات وتوريا كانوا في الجرده جالسين مع قمر اللي وجهها ولا زرق من دوك ربعه التصرفيقات اللي عطاها، وغا كتبكي وكتخصص. وتوريا كتمسح لها الدم اللي كيهبط من نيفها. ويا كنقول لك بقيت تفكري قبل ما ديري شي حاجه اللي تندمي عليها. وهي كتشهق ما قدرتش. قالت لها مولا تي دابا راك مدمنه ملي وصلت بك المرحله، ما تقدريش تحكمي في راسك، راك وليتي مدمنه. داروا دغيا سمعوا سلمى جايه كتجري وكتلهت تقول لها توريا مالك على ماشي كان غادي يخلطني معاها؟ واخا ما عرفتش علاش ولكن تستاهلي انت بعدا. قالت جلس ياك واخا يتشوف قمر وقهرتينا انت بالبكا والنواحتي براكا. او قمر ما جاوبتهاش، غا كتبكي وكتشهق. شويه هو يدخل عليهم السيف، البنات غا شافو خبا وقمر وراهم طبعا الى اكرام. ما داش فيهم دفاعهم، حيد توريا بشويه من حدا وهز قمر فوق سافو ودار شاف سلمى اللي غا شافتو تخبات ورا توريا. غصبري عليا تنتي، مشى هاز عم سلمى قصات كضرب فمها. اش درتي هي البسخوطه؟ خبزات كضرب فمها، هاكا فمي هاكا فمي، انا اللي حماره جداني ندخل بيناتهم. طلع سيف لبيتو هبطها حطات رجلها على الارض وهي تضربها بجري بغات تهرب، حتى كيشدها من حوايج جرى لعندو. شاف وجهها اللي ما خلى فيه ما يتشاف ويتنهد بندم، وبدا يدي كيدوزهم بحالا على وجهها. هي كتشوف لتحت ما قادراش تهز عينيها فيه، ولا كيجاب بحال شي وحش. وشحال توحشات سيف القديم ما كان يقدر حتى يغوز عليها. علاش كتخرجيني على طوعي؟ شنو قلت لك انا؟ يوم قلت لك الا حصلت عليك شي حاجه ما نعقلش عليك. بدات كدوي بلا ما تشوف فيه، ماشي الخاطر بقى شحال كيشوفها. بقات فيه بزاف هاد اللحظه، جرى لعندو ويخشيها فيه. غادي نلقاو حل لهاد الادمان اللي فيك، يلا خليني نعاونك وسمعي هضرتي واخا. قالها حركت لي راسها واخا تشوفي فيا. هزات راسها شافت فيه عينيه حمرين من الدموع تنهد، وهبط ديك ساعه بات لعينيها بجوج. سمحي ليا، هي تشوف فيه وابتسمات بعد لا حتى هو الابتسامه. شدات يدي وزاتها تحت الشفيفه وهي ضربه لي بعض الطبيز هالكلام. خلى على خطرات تخوي في اعصابها، واخا المسخوط قص حات ولكن صبر. ملي شافته ما دارت ردات فعل، هي تحبس من العضه ني تشوف في لقاتو كيشوف فيها. صافي برتي؟ هي تكشر ملامحها، متبقاش تضربني متبقيش ديري علاش انت حكار. هز حاجبو وهي تنهد وشده من يديها، جلس على الفوطي. يلا صبري راني جاي. مشى هديك الساعه جاي في يدي بوماده، جلس حداها وهي تقول له كضربني وباغي تداويني. وصافي وسكتي، خلاتو كيداوي لها في وجهها حتى سالا ويشوف فيها. يلا زيد يلا تنسي، ما فياش بغيت نهبط عند البنات وتهزي تنسي. صفرات مع السما ومشات تخشات بلاصه كتكاتا هو جرى لعندو. بشويه راسي كيضرني، سكت بقى كيحرك يدي على شعر بحال انت خفات ونعسات.